والله العظيم انا ما عارفه ابدا النهارده اقول ايه. يعني الواحد دايما قبل كل حلقه كده بيعمل اعداد مع نفسه وبيقعد كده يقول هبدا الحلقه بشكل معين. النهارده الفرحه اللي عندنا كلنا كاهلاويه لا توصف. ليه لا توصف؟ لان انت شفت امبارح بجد مباراه ولا اروع. انت شفت عوده لروح النادي الاهلي، شفت انتصار اكثر من رائع، شفت عوده اللعيبه بتوعك تاني للتالق بتاعهم اللي احنا نعرفه عليهم، ده اللي احنا نعرفه على لعيبه النادي الاهلي، هي دي الروح، هو ده الاداء، هو ده اللعب. شفنا ناس بتلعب ولعيبه بتلعب في الملعب مستقتله، قال لك خلاص. شفنا تكتيك رائع جدا، شفنا برده تغييرات مهمه، شفنا لاعب بشكل احترافي الى حد كبير. ناس ممكن تيجي تقول لك لكن الاهلي كان مضغوط في الشوط الاول شويه. الاهلي كان مضغوط في الشوط الاول شويه، بس مش العبره بالبدايه ابدا، العبره بالماتش ككل والعبره بالنهايه. انت شفت حضرتك في الشوط الثاني تالق غير عادي، شفت عمرو السوليه بشكل ولا اروع، شفت عمرو السوليه بتاع زمان، شفنا اللعيبه بتاعتنا بتاعت زمان، عارفين بتاعت زمان اللي هو من الموسم كده، الموسم اللي فات ده لو نعديه هنقول لعبتها بتوع زمان. فاحنا شفنا الحمد لله الاهلي مره اخرى بيقف على رجليه فعلا. امبارح المباراه كانت مباراه ولا اروع، وقلت لحضراتكم امبارح هنيجي النهارده ونقول يا رب صباح النصر. فكالعادة هقول صباح النصر على الجماهير الجميلة، الجماهير اللي بتساند دايما، الجماهير اللي في ظهر ناديها، الجماهير اللي لما بتزعل ما بتكسرش اللعيبة، ما بتكسرش النادي، ما بتنساش التاريخ، ما بتنساش البطولات بتاعت النادي ولا اللعيبة ولا اللي قدموه ولا التضحيات ولا اللعب الحلو ولا ان هم كانوا بيفرحونا في حين العالم كله كان حزين. لو حضراتكم فاكرين 2020 تحديدا والثلاثية العظيمة بتاعتنا، العالم كله كان في حزن، العالم كله كان في انهيار، وانت كان النادي الاهلي بيفرحك. ده اللي احنا عايزين نقوله بجد، شكرا للنادي الاهلي امبارح احنا فرحنا رغم اي انتقادات جت، رغم ان حضراتكم اكيد عارفين برضو الاستوديوهات التحليليه المختلفه، مع احترامي للجميع، بس يطلع يقول لك بيراميدز لعب والنادي الاهلي هو اللي فاز. انا مش شايفه كده الصراحه. بيراميدز لعب والنادي الاهلي تالق وفاز. عوده مره اخرى لصداره الدوري الحمد لله برصيد 27 نقطه، ودلوقتي الزمالك الثاني في القائمه عندك 24 نقطه، بعد كده يجي فيوتشر 22، وبعد كده بيراميدز 20. مباراه كانت جميله، مباراه كان فيها تنافسيه شديده جدا، كان فيها تالق للعيبه النادي الاهلي زي ما كنت بقول لحضراتكم. رجل المباراه اكيد هو عمرو السوليه، شفنا لقطات حلوه جدا خصوصا بعد الجول الاول لعمرو السوليه، وفكره ان هو برده يرفع صوره بنته، ان هي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ليلى عيان بنت عمرو السليه يعني، فربنا يشفيها اكيد ويقومها بالسلامه. لكن امبارح شفنا عيله موجوده مع بعض. كمان عايز اقول لحضراتكم الاستاد كان اكثر من رائع، يعني من التصريحات اللي قالها مستر كولر كان بيشكر في الاستاد، استاد القاهره الاكثر من رائع، وهو حتى كان بيقول يعني في المؤتمر الصحفي قال يا ريت كل المباريات تبقى على استاد القاهره. كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل اكيد على مدار الحلقه، وكمان في الفقره الاولى اللي هينورنا فيها الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي، لان عندنا محاور كتيره جدا وما هو قادم الحمد لله. احنا قلنا 2023 عايزينها تبقى بدايه قويه بصراحه، تاني 2022 كانت سنه ليست الافضل، ليست الافضل على كره القدم، ليست الافضل على النادي الاهلي، وربما ليست الافضل على ناس كتيره، ليست الافضل. لكن 23 وقلت ده انا امبارح، قلت يا رب تبقى بدايه خير، يا رب بقى المشاكل اللي عندنا سميها النحس، عدم التوفيق، وات ايفر ايا كان، لكن يا رب مع بدايه السنه اول مباراه كده ونفتح بيها السنه تبقى خير على النادي الاهلي. وقد كان. احنا امبارح بجد نمنا فرحانين، لو حضراتكم دخلتوا على تويتر شفتوا كم التهاني، شفتوا الناس قد ايه فرحانه، واللي يقول لك انا كان عندي مشكله ما بس بعد الماتش والله الواحد فرح، والناس كلها امبارح كانت نايمه فرحانه. الاستوديوهات التحليليه المختلفه انا قعدت شويه اتابع يعني قبل ما انام، شفت استوديوهات تحليليه لزملاء ونقاد رياضيين محترمين جدا ولهم كل القيمه والقامه، كانوا بيتحدثوا قد ايه حتى لو بيشجعوا نوادي اخرى، بيتحدثوا قد ايه امبارح الاهلي كان متالق. انا لن اتحدث عن اي منافس اخر لان فيك برضو كلام كتير جدا، لكن انا هتكلم عن نفسي. احنا دايما في قناه الاهلي بنتكلم عن نفسنا، ما نشغلش بالنا بحد تاني، يمكن غيرنا بيشغل باله بينا لكن احنا لا. فهتكلم عني امبارح مباراه ولا اروع بصراحه. الفقره الثانيه خليني انوه عنها برضو سريعا، احنا هتكون معانا وهتنورنا دكتور دينا ابو السعود، واللي عايز يبعت اي برضو استفسار او تساؤل هيكون معانا ملف صحي اكيد مختلف خاص بالسمنه. هنرجع نقول تاني مبروك للنادي الاهلي العوده مره اخرى لسلسله الانتصارات والفوز، بجد ثلاثيه محدش كان متوقعها. خلينا نقول بجد يعني هنتكلم بالواقع، احنا قلنا حتى انا امبارح قلت الكلام ده، قلت أنا مش هزعل لو الأهلي ما لعبش أفضل شيء، بس لو النتيجة كانت انتصار لينا، خدنا الثلاث نقاط بتوعنا وخلاص.
انا كنت شايفه ده لان كان متصدر لنا ده او كان دي الروح اللي موجوده، لكن احنا ما شفناش ده امبارح. شفنا بجد مباراه رائعه، شفنا لعب جدا جميل على الملعب، وبقينا دلوقتي زي ما كنت بقول متصدرين ترتيب الدوري. واعتقد حاجه جميله جدا ان الواحد كده يشوف النادي الاهلي، واحنا قلنا الكلام ده على فكره الموسم اللي فات حتى في الازمه بتاعتنا، قلنا ممكن الكبير يقع، ممكن يتعثر، لكن ما بتفضلش الأزمة دي فترة طويلة، ما بتفضلش الأزمة فترة طويلة. فده قد كان، وفعلا النادي الأهلي قدر أنه هو يعود مرة تانية. ونتمنى في الفترة اللي جاية أن المباريات تبقى بالحماسية دي وبالقوة دي، لأن فعلا الدوري السنة دي أنا شايفة فيه فارق كبير جدا عن الموسم اللي فات. لو حضراتكم برضو تتفقوا معايا قولوا لنا رأيكم إيه في الدوري هذا الموسم. أنا شايفة في تنافسية، شايفة في فرق جميلة جدا بتصعد، شايفة في فرق بقى عندها الروح اللي هو أنا عايز أتصدر، أنا عايز أحسن من أدائي. يعني أسوان بصراحة شابو، لو هنتكلم عن أسوان، أسوان شابو، إيه الجمال ده؟ إيه اللعب الحلو ده اللي إحنا شفناه؟ ففي فرق بتصعد، في فرق عندها طموح والطموح بيعلى. شفنا في الميركاتو اللي فات صفقات كتيرة جدا، الناس كانت قالت لك مع ولا ضد، واضح ان احنا هنبقى مع. حتى اللي كان بينتقد الصفقات الكتيرة اللي بال 15 وبال 21 و23 و19، يعني صفقة في فرقة واحدة اللي هو تقريبا بمثابة فريق جديد، قال لك ده هيبقى مع ولا ضد. لا، انا كنت شوية متخوفة من الصفقات دي، بس بالمستوى اللي الدوري المصري فيه هذا الموسم انا مع الصفقات دي بصراحة، حاجه محترمه واداء مختلف، وتحس ان اللعيبه بتاعت الفرقه المختلفه عايزه تقول للناس كلها انا هنا. فاعتقد ده كان شيء محترم جدا امبارح. والاهداف كمان كانت اكتر من رائعه بصراحه. عمرو السوليه، لو هنتكلم عن عمرو السوليه، لا ايه الجمال ده بجد. عمرو السوليه امبارح رجل مباراه عن استحقاق، عن استحقاق. في ناس بقى برضو عشان الواحد يبقى يعني بيتكلم بمنتهى الصراحه، وحضراتكم اكيد شايفين برضو الصوره اللي قدامنا، لكن في ناس قعدت تقول لك برونو سافيو ليس الافضل، طب المستوى، قعدوا يتكلموا عن لعيبه بحد ذاتها. تاني هنرجع نقول النغمه دي احنا مش عايزينها، احنا مع الفريق بتاعنا. لاعب في مباراه ما كان متالق فيها تمام، ما كانش متالق في المباراه اللي بعدها برضه تمام، احنا بنتكلم على الفريق ككل، بنتكلم على الفريق ككل، ملناش دعوه بلاعب تالق او لا. يعني فكرة ان انا تاني ارجع لثقافة اعلق المشنقة للاعب ما لعبش حلو مباراة او اتنين، او الفريق بتاعي ما لعبش مباراة او اتنين حلو وما احرزش مثلا الاهداف، لا خلاص ده بقى ده فريق نيلة، ده فريق مش عارف الكلام اللي بيطلع ده، او كان دارك فترة ما، ومش من الجماهير بتاعتنا على فكرة، مش من الجماهير بتاعتنا. اعتقد ان هو ملوش دلوقتي مكان. اهم حاجه يبقى في مسانده للفريق، اهم حاجه ان الواحد يعرف ان الفريق بتاعه ده حتى لو تعثر هيرجع تاني، لان هو ده الواقع وهو ده التاريخ بتاعنا. يعني شابو امبارح حاجه انا سعيده جدا، ولا بقول لحضراتكم انا مش جايه محضره، انا قلت هخرج المشاعر اللي جوايا، ما فيش حاجه متحضره. الواحد كان سعيد امبارح، انا كنت بتفرج مع ناس اصدقاء ليا يعني في احدى الكافيهات، ومش عايز اقول لحضراتكم الفرحه، الفرحه اللي كانت في الكافيه كله، الناس كلها كانت سعيده. لكن تاني هنيجي نقول حاجه بس هنقولها سريعا وهنتكلم فيها في التفصيل مع استاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي في الفقره. برضو كان في بعض الفرص المهدره، برضو كان في يعني عندك كانت راسيه كريم فؤاد، راسيه مثلا شادي حسين، انا شايفه ان دول كانوا فرص مؤكده الى حد ما بس ضاعوا مننا. فلسه في الفينال او فاينل تاتش او النهايات بتاعتنا محتاجه شويه ان انت تركز عليها، الفرص الضايعه محتاج ان انت شويه تركز عليها. لكن في المجمل انت شفت المباراه ولا اروع، ده رايي بمنتهى الصراحه، وما اعتقدش ان ده رايي بس، ده راي الجميع امبارح، او الجميع اجمع على هذه النقطه. انا عايزه اروح بقى مع حضراتكم لان ده بيهمني جدا، وبحب انا بالذات اتابع التصريحات الخاصه بالمديرين الفنيين. كولر امبارح تحدث في اكثر من نقطه واتكلم ان الى حد كبير احنا كنا او بنلعب مباراه منظمه فنيا، وكان يعني الفوز على بيراميدز ده منح او بيمنح الفريق دوافع كبيره جدا. فده غير طبعا نقاط كثيره، خلينا نروح نسمع سريعا هذا المؤتمر الصحفي، يعني كولر قال ايه فيه، ونرجع عشان نتكلم بالتفصيل شويه. اتفضل. أكيد فرحانين بالمكسب النهاردة. Denke wir haben heute ein sehr diszipliniertes Spiel gezeigt. إحنا ورينا ماتش كنا منظمين جدا وأظهرنا فريق منظم جدا النهاردة. Und wir wussten, dass Pyramids eine gute Mannschaft hat, dass die gut spielen können.
واحنا عارفين ان فرقه بيراميدز فرقه كويسه جدا وعندها لعيبه كويسه قوي على اعلى مستوى. Und es ist dann uns sicher entgegengekommen, dass wir 1-0 mit einem herrlichen Schuss von Zulai in Führung gehen konnten. وطبعا احنا كنا نستحق ان احنا تقدمنا في النتيجه بشوطه رائعه جدا من عمرو السوليه. So konnten wir eher ein bisschen defensiver spielen und sie anrennen lassen und dann وده كنا مخططين له ان احنا نبدا نجيب جون في البدايه وبعدين نبدا ان احنا ننظم نفسنا اقوى جدا دفاعيا نقفل المساحات ونخليهم هم اللي يقعدوا يجروا ورا الكوره ونرهقهم طول المباراه. Und ich denke, wir haben dann in der zweiten Halbzeit noch bewusster verteidigt, noch enger gestanden und so dann den einen oder anderen Konter ausführen können. وقدرنا ان احنا في الشوط الثاني كمان اتحسننا، كنا اكثر صلابه، كنا منظمين اكثر كمان، المساحات بتاعتنا كنا مقفلينها تماما، ما سمحناش باي فرص علينا، وقدرنا ان احنا نستغل الهجمات المرتده زي ما احنا كنا مخططين بالظبط. Und ich denke, das ist wichtig auch für die Spieler zu wissen, dass wir auf der einen Seite noch vorne spielen können, aber dass wir auch bewusst und in der Gruppe gut verteidigen können. وده كان مباراة مهمة جدا عشان اللعيبة تدرك ان فريق كبير مش بس بيلعب لقدام وده اللي احنا عايزينه وندور عليه، لكن كمان يعرف ازاي يقف، ازاي يدافع، ازاي يقفل مساحات، وازاي ما يستقبلش اهداف. دي سمات الفرق الكبيرة وده احنا اظهرناه النهارده الحمد لله. Ich glaube, die Führung sieht heute. Das war ein wichtiger Sieg gegen eine ganz schwierige Mannschaft, wie Sie gesagt haben. Nachdem Sie dann ein Tor geschossen hatten, haben Sie einen Ball gelassen für Pyramids. Und Ali hat gelitten in der ersten Halbzeit, dass er dann rausgeht aus seiner Hälfte und Konter spielen kann. Und dann haben wir dann einen Wechsel dann gesehen dann in der Halbzeit dann, und sie machen das regelmäßig nicht, wie Schalif für Shadi. Und dann hat man gesehen, dass die Ahli sah viel besser aus dann in der offensiven Teil und hatte dann viel mehr vorne gezeigt. Hat das gezeigt dann, wie wichtig dann ein Stürmer dann für Al-Ahli ist und dass die Bewegung von einem Stürmer wichtig ist für eine große Mannschaft wie Al-Ahli? Ja, also auf der einen Seite war Shadi war angeschlagen, also darum haben wir den Wechsel gemacht. Und Sheriff hat es dann nachher gut gemacht, weil wir haben die zwei Innenverteidiger stehen lassen, haben dann den Siebener, den Sechser eigentlich gut abgedeckt und das hat Sheriff gut gemacht, hat defensiv da gut zugestellt, aber auch nach vorne auch immer wieder für Entlastung gesorgt. وانا بين الشوطين حسيت ان شادي ممكن يكون مش قادر شوية، فعشان كده اخدت التغيير، وبصراحة شريف كان على قد الحدث وفعلا لعب زي ما انا كنت عايز بالظبط، كان بيساعد في العملية الدفاعية كمان كويس جدا، انه كان بينزل يمسك نمرة 7 عندهم، دي كانت واجباته وانا مديها له، ولما اتشل نمرة 7 عندهم عن طريق شريف هم خطورتهم انتهت تماما في الشوط الثاني، وفي نفس الوقت شريف كان بيتحرك كمان في ظهر المدافعين كويس قوي، وقدر ان هو يساعدنا في ان احنا نخلق هجمات مرتدة سريعة، كنا ممكن نجيب اجوان اكتر من كده كمان. خليني اقول لحضراتكم وقلت الكلام ده انا قبل كده، مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي بيتقنوا جدا الحديث في المؤتمرات الصحفيه، الراجل ده كل كلمه بتاعته بتبقى محسومه ومحسوبه كويس جدا، لا بيبالغ قوي ولا بينتقد قوي، لا بيحمل اللعيبه قوي ولا بيشيل قوي برضو الخطا عليه ولا على الفريق المنافس، هو بيتحدث دايما بعقلانيه وزي ما تقول كده بشفافيه، الموجود بيقول عليه. قصه ان هو يجي يتحدث هنا مثلا ان بيراميدز فريق جيد جدا، وقصه هنا برضو ان احنا تقدمنا بهدف لان احنا كنا مستعدين، وقصه ان احنا برضو الفوز على بيراميدز ده بيمنح الاهلي دوافع يعني كبيره في الخطوات القادمه، كل ده كلام عقلاني جدا، لا طلع قال لك احنا كنا حاسمين المباراه في جيبنا، ولا قال لك المباراه كانت سهله جدا علينا، ولا قال لك احنا كده كده الاهلي وبيراميدز ده يعني ايه اللي انت يعني مفيش التصريحات اللي هي بنسمعها من البعض الاخر بصراحه، يعني خلينا نقولها مديرين فنيين اخرين بيتكلموا او بيتحدثوا بلغه ما احناش نعرفها، حتى كانت لسه حاصله من يومين وبرده مش هخش في تفاصيل ان احنا مالناش دعوه بغيرنا، بس بيجي حد يقول لك انا خسرت طب ورينا هتعمل ايه بعد كده مع الاهلي وحاجات زي كده مالهاش لازمه، يعني يا عم انت خسرت انت مالك بالاهلي؟ مالكش دعوه بالاهلي بقى، خليك في نفسك. فدي التصريحات العقلانيه اللي من كولر، عاجبني جدا قصه كمان ان ده دافع او دفع كويسه قوي للفريق في الفتره اللي جايه، وبالحقيقه هي كده.
يعني حقيقة هي كده، دي بداية حلوة جدا ل 2023 وبداية حلوة جدا للأهلي، ويا رب نكملها على كده للمستوى يكون زي ما هو، زي ما بتكلم للدوري المصري. هو ده أو دي الكورة اللي احنا حابين، ان احنا انت بتستمتع وفي نفس الوقت ايه بتتفرج على كورة حلوة وفريقك الحمد لله بيفوز. طب احنا عايزين ايه تاني؟ دي تصريحات كولر. تعالوا بقى نروح لتصريحات سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ برضو بيبقى ليه تصريحات محترمة جدا. قال لك هو أوضح أن اللاعبين كانوا على قدر من المسؤولية وظهروا بشكل مميز جدا، والأجواء الإيجابية ودي نقطة مهمة، الأجواء الإيجابية داخل الفريق بتعتبر من أهم المكاسب. أعتقد ده ربما كان غايب الفترة أو لفترة ما برضو، الأجواء الإيجابية داخل الفريق. وخلي بال حضراتكم من حاجة، الأجواء الإيجابية داخل الفريق دي مش بس مقفولة على الفريق، دي مقفولة من الجماهير كمان، أو لها علاقة بالجماهير. الجماهير هي اللي ادت هذه الطاقة الإيجابية بجد للفريق. أنا مش ببالغ، أنا بقول لحضراتكم حقيقة، الطاقة الإيجابية والثقة والدعم اللي الجماهير النادي الأهلي أعطتها سواء على السوشيال ميديا، سواء في الحقيقة، سواء في البرامج، سواء في أي مكان ما، يعني بتوصل للعيبة، بتوصل للفريق. إحنا روحنا الموجودة الإيجابية والثقة اللي عندنا في الفريق بتاعنا انعكست بشكل كبير جدا. إحنا ما شفناش ده من كام ماتش او من موسم نهايه تحديدا الموسم اللي فات. احنا كنا متضايقين، كنا مضغوطين، كنا ضاغطين اللعيبه، هو ايه اللي بيحصل، هو فين الاهلي، هو فين الروح. كل ده بيوصل. حقك على فكره كجماهير تزعل، حقك جدا كمان، حقنا ان احنا نغير على النادي اللي احنا بنحبه، حقنا ان احنا نفضل على الصداره لان ده النادي الاهلي. لكن بيحصل الدروب ده في اي نادي في العالم، لسه حضراتكم شايفين امبارح ليفربول، انا لا اقارن ولكن بتحصل. فالوضع كالآتي، أنت دلوقتي بقى عندك ثقة، بقى داعم بشكل كبير جدا، وده انعكس للفريق وانعكس لروح إيجابية كمان داخل الفريق. فدي نقطة في غاية الأهمية. أنت ممكن تبقى جاهز فنيا لكن نفسيا تكون غير جاهز، وده ينعكس بشكل سلبي وبشكل كبير جدا كمان، مش بشكل سلبي فقط، بشكل كبير جدا وبطاقة سلبية على الفريق. فده شق كان مهم جدا. كمان كابتن سيد قال حاجة مهمة، قال لدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، وبالتأكيد نخوض المباريات وسط حالة شديدة من الضغط، ولا يوجد فريق في العالم يفوز 34 جولة متتالية حتى ولو حقق الدوري بدون خسارة، فمن الطبيعي أن يفقد بعض النقاط. ده كلام محترم جدا وكلام واقعي، جيت قيمته في الأول في الآخر، ده كلام واقعي. نروح بقى للتصريحات، اللي أنا برضو بحب أشوف التصريحات بتاعة الفرق المنافسة. تايكس جونيوس طبعا المدير الفني لبيراميدز، هو قال كالآتي أو تصرح بالآتي، قال فريقه لم يكن يستحق الخسارة بثلاثية أمام الأهلي في الدوري، بتحدث عن الليلة امبارح يعني، وأن بيراميدز قدم مباراة كبيرة لكن في النهاية استقبل 3 أهداف وهذا لا يعكس سير المباراة. أنا مش عارفة يعني إيه لا يعكس سير المباراة بصراحة، يعني الجملة الأخيرة دي أنا مش فاهمها، لو حضراتكم فاهمينها قولوها لنا. طيب هو تابع كمان قال كان علينا تسجيل الفرص اللي أتيحت لنا أمام الأهلي، وكانت المشكلة في عدم استغلالها، وسنعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة. أكيد بنتمنى البيراميدز التوفيق، وأن هم يشتغلوا على النقاط عندهم، نقاط الضعف، وأن هم يقدموا كورة حلوة، لأن في الأول وفي الآخر ده لصالح الدوري المصري زي ما كنت بقول لحضراتكم. على كل حال هنرجع تاني نتكلم في كل يعني تفصيلة حتى صغيرة وكبيرة في المباراة امبارح، لكن خلينا نروح برضو لهذا البيان امبارح كان في غاية الأهمية، بيان اتحاد الكرة. وهو قال إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت تحديدا يوم 16 يناير الجاري موعد لمباراة الزمالك بقى وبيراميدز في الساعة 6 مساء. هيكون فين؟ هيكون على استاد القاهرة في الدور قبل النهائي لكاس مصر، ده موسم نتكلم 21-22. كمان تم تحديد يوم 17 يناير موعدا لمباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات نفس الدور في تمام 6 مساء باستاد القاهرة الدولي. طيب ده كلام محترم. تعالوا بقى نتكلم شوية ونروح، لأن ما ينفعش برضو شخصية أسطورية زي دي رحيلها يبقى مفاجئ. طبعا هو كان مريض، لكن الرحيل المفاجئ أو السريع ده ما ينفعش أن ذكراه أو اسمه كمان يروح بسرعة. إحنا هنتكلم تاني عن بيلي اللي هو فعلا ملك لعبة كرة القدم، واللي العالم ارتبط بيه بشكل كبير جدا في حياته حتى بعد مماته. خليني أقول لحضراتكم النهاردة كده تحديدا هيتم دفن بيلي بعد رحلة ممتعة وممتعة جدا مع كرة القدم، يعني انتهت بفترة صراع مع المرض وهو أصيب بسرطان القولون، وكان الفترة اللي فاتت بيعاني بشكل يعني كبير جدا، حتى أسرته طلعت أكثر من مرة وتحدثت أو أعلنت هذا الموضوع. امبارح كانت مراسم اللقاء أو إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيلي أسطورة كرة القدم البرازيلي، كانت تحديدا في استاد نادي سانتوس البرازيلي
البرازيلي، واللي احتشد بقى عايز اقول لحضراتكم اعداد كبيره جدا جدا من المشجعين. في ناس سافرت بالمناسبه، في ناس سافرت علشان تحضر تشييع او الجنازه يعني، وكانوا بيلقوا النظره الاخيره كمان عليه، وكانت يعني مشاهد يعني يمكن احنا بنعرض بعض اللقطات لكن طبعا الفيديوهات حاجه تانية، لكن مشاهد هنا او مشاهده موكب نقل الجثمان من المستشفى اللي هي كانت بساو باولو ليه طبعا، وده اللي توفي فيها هي المستشفى دي تحديدا كمان، يعني ليه بقى نقل جثمانه كانت على مسافه 80 كيلومتر للمكان اللي هو هيدفن فيه، يعني 80 كيلومتر تقريبا ساعتين لو احنا هنتكلم، وكان في مشجعين كتير جدا وكان في حشد كبير جدا وقفوا على الطريق او على طول الطريق علشان يودعوا يعني بيليه اسطوره برازيليه كبيره. وهو اختار تحديدا، وده كان غريب شويه للبعض، واختار ان هو يدفن في زي ما بتقال كده مكان هو مش زي البشر، هو المدفن ادوار، يعني المدفن انا مش عارفه الصوره هتبقى واضحه ولا لا او عندنا الصوره دي، بس المدفن زي مبنى، المبنى ده ادوار وكل دور ده زي ما تقال مكان بيدفن فيه بعض الاشخاص. هو اختار الطابق التاسع تحديدا ان هو يدفن في الدور التاسع، هي مقبره عموديه بيتقال عليها يعني. طيب ليه الدور التاسع وليه بالقرب برضو من ملعب نادي سانتوس؟ زي ما احنا عارفين هو ده النادي بتاعه او ده اللي لعب فيه على مدار مشواره في كرة القدم، يعني طبعا ليه ذكرى حلوة معاه او كان بيحبه بشكل كبير، كان مرتبط بيه بشكل كبير. لكن الدور التاسع تحديدا هو كان مختاره من قبل ما يتوفى عشان تكريما لروح والده طبعا اللاعب الكبير برضو لاعب كرة القدم السابق، هو كان باباه أو والده بيلبس أو بيرتدي رقم 9، عشان كده هو اختار الطابق اللي هو هيدفن فيه يكون في الطابق التاسع أو في الدور التاسع. يعني المدفن ده برضو بالمناسبة بيرجع ل 1983 لعام 1983، وهو بيحتوي على أكتر من 14,000 قبو، 14,000 قبو، هو حاجة كبيرة جدا لحضراتكم دخلتوا على جوجل يعني هتلاقوه. وده كان بقى الموضوع الغريب ان المكان ده او المدفن العمودي ده كان في البدايه اصلا حديقه استوائيه، وكان في مطعم وكان في متحف وحاجات زي كده. فيعني على كل حال التابوت كمان خليني اقول لحضراتكم الخاص ببيليه هيكون مطلي، هو مطلي باللون الذهبي، وهيتوضع بجواره يعني مجموعه من المنحوتات والصور لهذا الاسطوره الكبيره جدا او هذه الاسطوره الكبيره جدا. تاني هنرجع نقول سنة الحياة أكيد، لكن بيليه اسم كبير جدا، بيرحل الشخص لكن التاريخ أكيد هو اللي بيفضل، وهو تاريخه كبير يعني لو احنا اتكلمنا كمان التاريخ بتاعه بيبعد اللاعب يعني أو بيعتبر اللاعب الوحيد المتوج بثلاثة ألقاب في المونديال. هو توفي يوم الخميس اللي فات، كان عنده 82 سنة، كان متواجد في المستشفى بقاله أعتقد كذا شهر من نوفمبر حاجة زي كده، وهو أطلق عليه من كتر ما هو كان سبيشال أو من كتر ما هو كان مميز أطلق عليه ملك كرة القدم. وفاز، عايز أقول لحضراتكم سريعا كده لنخش على برضو التاريخ الخاص ببيليه، وفاز بكأس العالم ثلاث مرات، كان 58 و62 و70. وكمان بيليه دخل عالم السياسة ودخل عالم الفن، هو بالنسبة للسياسة كان شغل منصب وزير الرياضة في البرازيل، ده بس من فترة يعني كان 95 ل98، وكان سفير لليونسكو وكان سفير لليونيسيف، أنا مش عايز أنسى حاجة كمان بس، ويمكن كمان كان سفير الأمم المتحدة للبيئة. وغير كرة القدم وغير السياسة كمان هو دخل التمثيل، كان عمل فيلم قبل كده كان اسمه Escape to Victory، وشارك فيه يعني نجوم كبار جدا، كان عام 1981 تحديدا، وكان بيعزف جيتار وأصدر أغنيات فردية وألبومات من موسيقى خاصة به. يعني طبعا شخصية تالنتد في كل حاجة، زي ما بيتقال عنها شخصية أسطورية. طبعا بيليه يمكن مش أجيال الجديدة عارفة ده مين، ويمكن احنا برضو ما حضرناش عزه، لكن زي ما بيتقال كده شخصية هيتحاكى عنها التاريخ وهيتحاكى أو هتتحاكى عنها الأجيال المختلفة. خليني بس اقول لحضراتكم حاجه سريعا جدا، احنا طبعا واحنا بنعرض درجات الحراره دلوقتي فاحنا بنجيب يعني السور بتاع النادي الاهلي فرع الجزيره تحديدا، ولو حضراتكم لاحظتوا الصور بتاعتنا بتاعت البرامج المختلفه يعني لقناه النادي الاهلي معروض صورنا البرامج بتاعتنا المذيعين وحاجات زي كده. ده كان في 2020 تحديدا ابتدت الصور تتحط مع التجديد اللي حصل للقناه. عايز اقول لحضراتكم انا انضميت انا وكريم للقناه في شهر 7 2020،
قبل شهر 7 في 2020 بس اول كام شهر احنا كنا وقت الكوفيد كنا بننزل نتمشى في الزمالك لان النوادي مقفوله، الجيم مقفول، حاجات زي كده. انا كنت بلف دايما، بعدي وانا بلف في يعني في الشارع حوالين النادي الاهلي واقعد اتصور مع سور النادي الاهلي وغيره. وجي اليوم اللي بعد كده صورتي بقت محطوطه على سور النادي الاهلي. بجد قد ايه الواحد فخور، والله العظيم بقول لحضراتكم، انت لما تبقى بتعشق حاجه وبعد كده مش بتنتمي بيها بس او بتنتمي ليها بس بكون ان انت بتشجع النادي بتاعها، لا انت بعد كده بقيت جزء اساسي منها، جزء اساسي منها. ده شرف كبير قوي، ده شرف كان كبير قوي. انا عندي الصوره لحد دلوقتي اللي بتصور بيها مع السور بتاع النادي الاهلي، وعندي صوره خدتها بعد كده مع صورتي اللي كانت محطوطه على سور النادي الاهلي. بجد الواحد زي ما بيتقال الاحلام بتتحقق. فيعني بس كنت عايزه اعكس لحضراتكم قد ايه الواحد فعلا بيكون فخور بانتمائه لحاجه كبيره كبيره زي كان النادي الاهلي. خلينا ناخد على التليفون الاستاذه الدكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه معانا على التليفون عشان نتكلم بالتفصيل اكتر عن حاله الطقس. دكتور منار بونجور على حضرتك، وكل سنه وحضرتك بخير يا رب. صباح الخير على حضرتك أستاذة هوند، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك بخير وكل المصريين بخير يا رب. سنة حلوة علينا وعلى مصر وعلى كل الناس اللي بنحبها يا رب. وخلينا كده نطمن على الطقس كمان من حضرتك، يعني احنا ابتدينا الشتاء تحديدا تقريبا في يوم 22 ديسمبر، وحضرتك قلت لنا هيكون يعني في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وقد كان بصراحه احنا شهدنا يعني بروده شديده الى حد ما الايام اللي فاتت والشهر كمان اللي فات بالليل تحديدا او في ساعات الليل. يعني خلينا نطمن من حضرتك كمان الاسبوع ده هيحمل لينا ايه او الايام الجايه. اتفضلي يا دكتور. بالفعل يمكن احنا بدانا نشهد الانخفاض في درجات الحراره الملحوظ خاصه فترات الليل، لان صغرى فتره الليل احيانا بتوصل ل 10 درجات على القاهره الكبرى، بعض المناطق من المدن الجديده شمال الصعيد جنوب الصعيد بتوصل لاقل من 10 درجات احيانا. فاحنا بدانا نحس بالاجواء ما بين البارده الى شديده البروده خلال فترات الليل. اليوم احنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، المنخفض ده متعمق بشكل كبير، يمكن كان بالامس على سواحلنا الغربيه لكن اليوم هيتعمق على اغلب المناطق الشماليه، فهيكون معاه تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه وطبعا سقوط الامطار، وكمان الامطار دي هتكون امطار رعديه، يمكن بدات بالفعل خلال ساعات الصباح الاولى على محافظه الاسكندريه وبعض المناطق من مطروح. فاليوم متوقع امطار متوسطه وقد تكون غزيره ورعديه احيانا على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، وده هيكون على فترات متقطعه من اليوم. ايضا الامطار هتمتد للمناطق الداخليه وتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا على جنوب الوجه البحري، المنوفيه الغربيه، الشرقيه، بعض المناطق من سيناء ومدن القناه وخليج السويس. خلال فترات المساء الامطار هتتقدم وتوصل للقاهره الكبرى، امطار خفيفه وايضا قد تكون رعديه احيانا على القاهره الكبرى وبعض المناطق بالفعل من شمال الصعيد. فاليوم الامطار هتشمل اغلب المناطق، امطار متفاوته الشده وبتختلف من منطقه لمنطقه، من سواحلنا الشماليه حتى محافظات شمال الصعيد. بالاضافه كمان ان احنا طبعا استمرار غدا ان شاء الله الاربعاء هيكون في استمرار لفرص الامطار، لكن كميات الامطار غدا هتكون اقل من اللي هنشهدها اليوم باذن الله. فغدا الامطار هتكون امطار ما بين الخفيف والمتوسط على السواحل الشماليه، هتمتد خفيفه ايضا للقاهره الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد. فاحنا اليوم وغدا هيكون في امطار على اغلب المناطق الشماليه، امطار متفاوته الشده ونسب الحدوث كمان بتختلف. طيب الساعات المتوقع فيها سقوط امطار لو هتكلم تحديدا عن القاهره تقريبا، لحضرتك عندك معلومه يعني احنا بنقول بعد فترات المساء، يعني بعد فتره الظهيره ودخول ساعات المساء كده ان شاء الله يبقى في متوقع بدايه سقوط امطار، ممكن كمان يكون يعني مع ساعات المغرب تحديدا او يمكن قبلها بشويه تبدا تدريجيا فرص الامطار تبقى موجوده على القاهره الكبرى، لكن طبعا هي تختلف وقتها وكمياتها من منطقه لمنطقه كمان في القاهره الكبرى تحديدا، فهي تختلف بشكل متفاوت على اغلب مناطق الجمهوريه، وهتستمر معانا الى مساء الاربعاء ان شاء الله الى مساء غدا. مع مساء غدا هتبدا الامطار تنحصر فقط في السواحل الشماليه، مع يوم الخميس هتبدا تتلاشى من على اغلب المناطق فيما عدا السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط، لكن كميات الخميس كمان هتبقى اقل وتكون امطار خفيفه فقط على سواحلنا الشماليه. كمان الظاهره الجويه اللي هتكون مؤثره معانا بشكل كبير من يوم الخميس، يمكن احنا بنشوفها خلال هذه الايام، الشبوره المائيه الكثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، شبوره مائيه كثيفه يعني مزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه،
وبدانا نلاحظها كلنا خلال فترات الصباح الباكر والساعات الليل المتاخره في الطرق الزراعيه تحديدا. فمهم جدا ناخد بالنا من القياده على اغلب الطرق، تبقى دايما بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، حتى سطوع اشعه الشمس. مع سطوع اشعه الشمس الشبوره المائيه بتبدا في التلاشي، وكمان طبعا احنا مستمر معانا انخفاض درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل. العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 19 وال 20 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل ما بين ال 11 وال 10 درجات مئويه خلال فترات الليل. يعني الطقس فتره النهار هيكون طقس شتوي لطيف فتره النهار، لكن فترات الليل ناخد بالنا من البروده والاجواء شديده البروده خاصه ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر. هيبقى شتوي مش لطيف بالليل. خلال فترات الليل اجواء شتويه شديده البروده في بعض الاماكن، خاصه المدن الجديده الاماكن الصحراويه. رائع جدا، يعني تغطيه اكثر من رائعه كالعاده دكتور منار. اشكرك جدا على هذه التغطيه، ونخلي بالنا جدا لان دكتور منار دايما بتبقى حريصه ان هي توضح تحديدا الفترات اللي بيبقى فيها شبورة، لأن كم الحوادث اللي ممكن تنتج والمصايب اللي ممكن تحصل والكوارث اللي ممكن للأسف تبقى موجودة كبيرة من الشبورة. شفنا ده تقريبا من سنتين حاجة زي كده، كان في كذا حادث حصل بسبب الشبورة، والناس ما بتلتزمش وما بتسألش وما بتعرفش، وبتاخد الطريق وتسافر من غير ما تطلع هل هيكون في شبورة مائية ولا لا. للأسف الشديد في منتهى الخطورة، يعني أكيد كلنا حصلت مرة إن إحنا بنكون سايقين غصبا عننا وفجأة الشبورة بتظهر حتى في ساعات مختلفة من اليوم، بس بتبدأ عادة في الصباح الباكر. هتلاقي إن السواقة معدمة، أنت مش الرؤية معدمة، أنت مش شايف، أنت مش شايف تماما، ربنا ما يكتبها علينا. يعني بتبقى حاجة صعبة، بتبقى خايف إن أي عربية تيجي تخبطك، معرض في أي وقت الحادث. فنخلي بالنا على قد ما بنقدر، وده من خلال طبعا الفقرة إحنا بنكون حريصين نقدم لحضراتكم الإرشادات المطلوبة. هنروح فاصل، لسه الأخبار كتير معانا، بس بعد الفاصل خليكم معانا. صباح الهنا والنصر مره كمان، وخلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. معانا مراسلتنا العزيزه سالا حامد موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الفل عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما متعودين دايما يا نهاوندو زي ما انت قلتي هنقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا خلينا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ويمكن طبعا زي ما كنا شفنا امبارح فريق الاول يمكن بدا، يعني السنه الجديده والعام الجديد 2023، كل سنه وحضراتكم طيبين. يمكن بدا السنه الجديده بفوز مهم وبدايه موفقه، فوز مهم على نادي بيراميدز بثلاث اهداف مقابل لا شيء طبعا في المباراه اللي كلنا شفناها وفي الجوله ال 11 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم واللي اقيمت على استاد القاهره. يمكن زي كل ما شفنا امبارح المباراه يعني خلصت ثلاث اهداف لصالح النادي الاهلي، واللي سجل الثلاث اهداف اول هدفين لعمرو السوليه في الدقيقه 19 والدقيقه 69، وطبعا حسين الشحات يمكن اخر هدف الهدف الثالث كان في الدقيقه 94 في نهايه اللقاء. يمكن زي ما كلنا شفنا طبعا مباراه امس، ويمكن بدون راحه نهاوند الفريق الاول النهارده هيواصل التدريب بشكل طبيعي. يمكن مستر مارسيل كولر يعني قرر انه الفريق يواصل التدريبات بدون راحه استعدادا للمباراه القادمه. التجمع هيكون الساعه 9 والتدريب هيكون الساعه 10:30 على ملعب مختار التيتش. ويمكن ان شاء الله المباراه القادمه هتكون امام نادي امبي على يعني يوم الخميس القادم المقبل ان شاء الله، ويمكن ده هيكون في تمام الساعه 5 مساء، ودي هتكون الجوله ال 12 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان خليني اطمن جميع جماهير النادي الاهلي على اصابه حارس مرمى النادي الاهلي مصطفى شوبير، ويمكن اللي سافر امبارح للنمسا بصحبه الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي وطبيب الفريق لاجراء عمليه جراحيه في غضروف الركبه. طبعا الاصابه اللي تعرض لها الفتره الماضيه اثناء المران على ملعب مختار التيتش. يمكن امبارح كمان في تمام الساعه 7 مساء مصطفى شوبير يعني اجرى العمليه الجراحيه في الركبه في غضروف الركبه، ويمكن ده كان تحت اشراف نفس الطبيب اللي عمل العمليه لاكرم توفيق سواء في الاصابه الاولانيه او الاصابه الثانيه. وطبعا يمكن نفس الاصابتين يعني بقطع في الرباط الصليبي في الركبه. يمكن نفس الطبيب اللي عمل العمليه الجراحيه لاكرم توفيق هو نفس الطبيب اللي عمل لمصطفى شوبير العمليه الجراحيه امس. كده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى والفريق الاول لكره السله رجال. امبارح يعني كان عندهم برضو اول مباراه في العام الجديد، ويمكن المباراه دي فازوا فيها على نادي المصريه للاتصالات بنتيجه 85-57.
يمكن زي ما شفنا يعني في الفور كوارترز ان هواندي يمكن جميع لاعبي النادي الاهلي ادوا اداء متميز واداء قوي، ويمكن كمان مستر اوجاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي يمكن دفع بالعديد من اللاعبين الشباب في اللقاء، ويمكن كمان اللقاء شهد عوده حميده يعني للاعب النادي الاهلي ونجم كره السله ايهاب امين بعد الاصابه تعرض لها في الفتره الماضيه. ايهاب امين سجل 25 نقطه يعني اصل منهم 16 نقطه في الكوارتر الثالث فقط، فكان في تالق كبير جدا منه ومن جميع لاعبي النادي الاهلي بالاخص لاعبي النادي الاهلي الشباب منهم كريم حاتم. كان النهارده ان شاء الله برضو الفريق بدون راحه هيواصل التدريبات الجماعيه الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، عشان يوم الخميس المقبل ان شاء الله النادي الاهلي عنده مباراه مهمه في مرحله ترتيب الفرق من الاول للثامن في دوري السوبر لكره السله، وهتكون المباراه القادمه ان شاء الله مع نادي مصر التامين في تمام الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان سيدات كره السله النهارده ان شاء الله عندهم مباراه ايضا مهمه في بطوله الدوري، وهتكون امام نادي الاتحاد السكندري وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان رجال كره الطايره وطبعا معاهم الكابتن ميدو مصلحي عندهم اول مباراه في الدور الثاني من بطوله الدوري المصري للكره الطايره، يمكن اول مباراه ان شاء الله هتكون مع نادي استرن كومباني وهتقام على صاله محايده وارض محايده وهي صاله المقاولون العرب في تمام الساعه 4 عصرا، ويمكن دي اول مباراه زي ما انا قلت في الدور الثاني. يمكن النادي الاهلي في الدور الاول يعني فاز في جميع مبارياته الثلاث مباريات سواء مع نادي الزمالك نادي سموحه ونادي استرن كومباني، ودي اول مباراه ان شاء الله في الدور الثاني مع نادي استرن كومباني. كمان الطايره سيدات او فتيات الذهب النهارده ان شاء الله يعني هيواصل التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي يعني طبعا للمباريات القادمه، ويمكن ان شاء الله يعني هواندي يعني المباريات القادمه يعني هيتشهد يعني توقف يعني الفتره القادمه لبطوله الدوري، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه هتكون مباراه السوبر المصري او بطوله السوبر المصري، واللي هتقام بشكل مختلف شويه عن باقي الالعاب. يمكن يعني بالنسبه للكره الطايره هتقام على 3 ايام، النادي الاهلي هيواجه فيها 3 فرق، اول فرقه هتكون وادي دجله يوم 5 ويوم 6 نادي السد ويوم 7 نادي سبورتنج، وبعد الثلاث مباريات دول هيتم يعني تحديد مين اللي هيكون في المركز الاول والمركز الثاني الثالث والرابع طبعا بالنسبه لترتيب الفرق، والاول هيلاعب الرابع والثاني هيلاعب الثالث، وبعد كده يعني اللي يفوز في جميع المباريات هيوصل للدور النهائي، واللي طبعا اللي مش هيفوز او اللي مش هيكون مع التوفيق يعني في المباريات دي هيكون يعني هيلعب في مباراه وهي اللي هتنافس فيها على المركز الثالث والمركز الرابع. كمان يعني رجال كرة اليد يعني ان شاء الله يعني زي ما احنا عارفين يمكن في توقف دولي دلوقتي بالنسبة لكرة اليد بسبب يعني سفر منتخبنا الوطني للنمسا عفوا للسويد وبولندا بسبب طبعا المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023، واللي ان شاء الله يعني هتقام يوم 11 ليوم 29 من الشهر الجاري، ويمكن اختار فيها يعني جهاز المنتخبنا الوطني 7 من لاعبي نادي الاهلي الاساسيين طبعا في الفريق، وهم في حراسة المرمى عبد الرحمن حميد وابراهيم المصري احمد عادل دولة عبد الرحمن فيصل محسن رمضان مهاب سعيد واحمد خيري. يمكن طبعا بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في مشوارهم في بطوله كاس العالم، ونتمنى التوفيق كمان لجميع لاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر. يمكن دي انا هواندي يعني كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليكي طبعا يا هواندي اتفضلي. انت التغطيه بتاعتك بتكون اكثر من رائعه كالعاده يا سلا، انا بشكرك جدا اكيد على هذه التغطيه المتميزه. عايز اروح مع حضراتكم لمنتخب اليد بقى اللي بيستعدوا دلوقتي ولازم كلنا نفرح بيهم بجد، المشاركه بدوره فرنسا الوديه الدوليه اللي بنضم فيها منتخبنا وفي معاهم منتخب فرنسا والتشيك وهولندا، وده ضمن الاستعدادات الاخيره للمنتخب الوطني لبطوله العالم القائمه في نسختها ال 28 للرجال لكره اليد واللي هتقام في بولندا والسويد. هتكون امتى؟ هتكون من يوم 11 ليوم 29 يناير. عايزين نقول كل الدعم لمنتخبنا الوطني. بالمناسبه كمان عايز اقول لحضراتكم سبق وخاض المنتخب مباراتين وديتين كانت امام المنتخب القطري، واحده بالقاهره انتهت المباراه الاولى بفوز منتخب مصر بنتيجه 21-18، وانتهت المباراه الثانيه بالتعادل بنتيجه 30-30. وكمان خاض منتخبنا الوطني يعني دوره وديه دوليه عظيمه جدا في رومانيا بمشاركه هنا منتخبات منها رومانيا ومصر والجزائر وسلوفيكيا، وحصل منتخبنا على لقب الدوره الدوليه بعد تحقيق الفوز على منتخب الجزائر ومنتخب سلوفيكيا. وكمان من المقرر مفروض بعد انتهاء الدورة الدولية في فرنسا ان المنتخب يعني هيكمل في برنامجه التدريبي في فرنسا، وبعد كده هيغادر يوم 11 يناير تحديدا ويتوجه للسويد عشان يخوض منافسات بطولة العالم القائمة او القادمة في نسختها ال 28 للرجال هنا لكرة اليد ببولندا وبالسويد اللي هي 2023. كل التوفيق
فعلا لمنتخبنا الوطني، واحنا مش قلقانين يعني بجد. خلينا نقول احنا مش قلقانين على المنتخب، المنتخب تقيل، منتخب قوي، في تدعيمات قويه، شباب عنده اراده، شباب عنده اصرار على النجاح. كل طيب ده كره اليد او ده منتخب اليد. خلينا نروح لحاجه كمان رائعه جدا واداء محترم من لاعبي السكواش في مصر، وده بيظهر دايما بصراحه في كل تصنيف، احنا بنتكلم شهري او حتى يعني سنوي. رابطه اللاعبين المحترفين للسكواش PSA اعلنت عن اول تصنيف عالمي للرجال والسيدات في عام 2023، وبنتكلم هنا عن الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر، متربعين على صدارة التصنيف. حضراتكم متخيلين؟ يعني هنتخيل مع بعض كلنا، لان ده واقع وبقالنا سنين عايشين فيه، تحديدا في لعبة الاسكواش. حاجة ولا اروع، حاجة محترمة جدا. الاجيال بتسلم بعض وبيحافظوا، هما بيسلموا بعض على نفس المستوى المحترم في لعبة الاسكواش اللي مصر متصدراها بقالها سنين طويلة. كمان بنتكلم عن لاعبي مصر اللي احتلوا 11 مركز في التصنيف العالمي الجديد لرجال ولسيدات الاسكواش، بواقع هنا كام؟ 6 مراكز في تصنيف الرجال و5 مراكز بتصنيف السيدات، وده أول تصنيف عالمي في يناير الجاري إحنا بنكتسح فيه الحمد لله. كمان تصنيف المصريين في قائمة التوب 10، ده جه في مصطفى عسل في المركز الثاني، مروان الشرباكي في المركز السادس، وطارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في المركز التاسع، وده برضو يعني بنتكلم هنا عن الرجال. تعالوا نروح للسيدات بقى، نور الشربيني في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، نور الطيب في المركز السادس، وروان العربي في المركز السابع. حاجة بجد مشرفة ان انا اشوف التوب 10 واتكلم بهذا الشكل وصدارة التصنيف كمان. انا بتهيألي ده شيء بجد ولا اربع. وكمان بمناسبة الاسكواش، خليني اقول لحضراتكم ان بكرة في بطولة مهمة جدا بتستأنف نشاطها بعد توقف كان لمدة سنتين بسبب الكورونا، هي بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، واللي مفروض بتعتبر البطولة دي يعني الاقدم والاكثر شهرة في بطولات العالم للناشئين، حاجة كبيرة جدا وإعلام وتغطية من كل أنحاء العالم، ومفروض أن هي بتصنف بفئة البطولات يعني بلاتينية في، ومن المقرر كمان أقول لحضراتكم استمرارها لمدة 5 أيام، يعني مدة ما هيش طويلة جدا، لكن مباراة أو بطولة مهمة جدا، وهتبدأ بكرة وهيشارك فيها يعني لعيبة مصر من الناشئين المتميزين جدا، والبطولة مفروض هيشارك فيها كمان أكتر من 650 لاعب ناشئ من جميع، هنا بنتكلم أنحاء العالم، اللي بيتابع بيشوف الصور، بيشوف المنظر، بيشوف التغطية الإعلامية والصحفية من العالم كله، هم بيتنافسوا في فئات عمرية، بتكلم الفتيات والفتيان تحت 11 سنة وحتى أقل من 19 يعني سنة أو عام. حاجة جميلة وحاجة واعدة جدا ومبشرة في نفس الوقت. طيب احنا كده الأخبار بتاعتنا خلصت للفقرة الأولى، هنروح بقى فاصل عشان أرجع مع حضراتكم ومع الأستاذ أيمن جلبرتو، ونبتدي نقرأ شوية كده في حال طبعا كرة القدم المحلية، وهنروح برضو دوليا، وأكيد هنتكلم بالتفصيل عن النادي الأهلي بعد الفاصل. يعني امبارح كانت ناس بتتساءل هو ايه سر فوز النادي الاهلي، ناس قالت لك الصبر التكتيكي هو سر فوز الاهلي على بيراميدز بثلاثيه مقابل لا شيء، وهو ده الاهلي، وده اللي كان فوز مهم جدا، وصعب ان انت كمان يعني تشوف فوز مع اداء كمان جميل ونتيجه ولا اروع زي ما بيتقال. الاهلي بيفوز على بيراميدز بثلاثيه ولا اروع، فعلا حاجه كانت كمان يعني هقول غير متوقعه، حاجه كانت غير متوقعه، بس الغير متوقع بيبقى احلى من المتوقع بالمناسبه. هنتكلم في كل ده، وهنتكلم برضو عندنا ملفات أوروبية كتيرة جدا، كل ده مع الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي اللي منورنا النهاردة. بونجور، وكل سنة وحضرتك طيب، أول السنة وأول حلقة بقى في السنة الجديدة، ويا رب تبقى سنة خير، بس هي بدايتها حلوة مع النادي الأهلي. الحمد لله. يعني أنا بعترف بالبدايات برضو. لا الحمد لله، والحمد لله بالسلامة على بعد الأجازة. لا طبعا بداية سنة جميلة، وزي ما أنت قلتي كده هو فوز، يعني طبعا النادي الاهلي دايما مطالب بالفوز، دايما جمهوره بيتوقع الفوز بالزبط. ولكن بيبقى في ماتشات النتيجه لما بتبقى كبيره بتبقى حاجه غير متوقعه، لان طبعا بيراميدز فرقه من الفرق اللي بتنافس بشكل قوي وعندها قائمه كويسه. يمكن النادي الاهلي يعني زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات او اللي قبله عن ان في تذبذب شويه في المستوى وفي النتائج، حتى الجمهور كان بعد ماتش سيراميكا وسموحه كان قلقان، يعني هي الفكره كلها ان الجمهور كان قلقان، مش عشان التعادل، وارد ان في الكوره مش هنكسب على طول، بس الناس قلقانه. لكن امبارح موجوده الروح دي فعلا بالظبط، لكن امبارح الامور كانت يعني تقريبا كلها كويسه، المدرجات كان شكلها جميل جدا، الفرقه لعبت بالشكل
اللي قدرت تكسب بيه في الاخر. وده اهم حاجه يعني. ممكن في بعض اوقات المباراه الناس كانت تستغرب ان احنا سايبين الكوره بزياده، ولكن لا، هو بيراميدز من الفرق اللي بتعتمد على ان هي على طول لازم تستحوذ، فاحنا سيبنا لهم الكوره وبقينا بنحاول نلعب على المرتدات، بنحاول نلعب بالطريقه اللي احنا اساتذه في الهجمات المرتده بالظبط. فالحمد لله يعني، حتى الاهداف يعني الهدف الثاني اللي هو بيتعرض معانا دلوقتي هي ركله ركنيه، سبحان الله معلول هو اللي كان على طول بيروح للعبه دي، ففي كذا مره ما كانش موفق ان هو بيلعبها بالشكل الكويس، فراح لها حسين الشحات المره دي لعبها نموذجيه. وعمر السلايه امبارح كان بيقدم مباراه هايله، هو واليو ديانج في وسط الملعب من الناس اللي كانوا بيقدموا مباراه هايله جدا. معاهم نقدر نقول محمد هاني برضو لعب مباراه طيبه، حسين الشحات لعب مباراه طيبه، محمد عبد المنعم. فامبارح كان في اكتر من لاعب حالتهم جيده، صحيح، عكس بعض المباريات كان الفرقه كلها نقدر نقول مش في افضل حال. فالحمد لله بدايه السنه ان احنا بنكسب 3-0، بنتصدر الدوري من جديد، الامور بتهدى عندنا شويه عشان الماتشات اللي جايه الامور صعبه يعني. بص هقول لك على حاجه، طبعا الموضوع ملوش علاقه بسنه وحظ وبتاع، بس هي 22 لو تتفقوا معانا يعني كانت وحشه جدا. كانت صعبه. هي كانت وحشه عليا ووحشه على النادي الاهلي، وحشه على ناس كتير قوي، بس الحمد لله احنا داخلين 23 متفائلين، وقلنا يا رب تحديدا على النادي الاهلي تبقى سنه خير، سنه مختلفه، نرجع تاني للنادي الاهلي اللي احنا نعرفه. انا سعيده كجمهور هنا هتكلم، انا مش سعيده بس بالفوز او بالنتيجه، انا سعيده ان انا امبارح شفت النادي الاهلي بيعود مره ثانيه، انا شفت اللعيبه بتاعتنا بتعود مره ثانيه، انا شفت التكتيك يعني اكثر من رائع، شفت مدير فني محترم، شفت تغييرات مش بطاله، شفت استحواذ حتى لو ما كانش من الدقايق الاولى في الشوط الاول، بس شفت برضو سيطره على اللعبه وعلى الملعب. فهو ده الاهلي اللي احنا نعرفه. بس تاني هرجع اقول كان غير متوقع، يعني انا لا اعتقد ان بيراميدز كانت متوقعه الاداء والنتيجه دي، ولا الاهلي ولا جماهير الاهلي. زي ما انت قلت يا ايمن، الناس كانت عندها قلق. انا امبارح في الحلقه وهقولها وارجعوا لها يعني، ارجعوا على اليوتيوب او الصفحه عندنا، انا قلت يا رب نفوز، مش فارق معايا الاداء يعني. شوف انت كنت مذبذب شويه لدرجه ايه، بس اللي حصل غير التوقعات. لا طبعا لعبت النادي الاهلي، هم ده يعني ده لعيب مفروض ان هو الكواليتي رقم واحد في مصر، فدايما لعيب النادي الاهلي لما بيحس بنفسه وبثقته بنفسه الامور تبقى طيبه معاه، مفيش اصابات، كل حاجه متوفره له، اكيد هو اعلى من الكل يعني. بالزبط. طبعا مع احترامنا للجميع، ولكن في الاخر انت لعيب في النادي الاهلي، فدايما الاكسبكتيشنز ان انت تقدر ان انت يبقى عندك حلول، تقدر ان انت ترجع في المباريات، لازم مضطر تلعب تحت ضغط، لان ده حاجه، ده واقع وده حاجه مفروضه عليك. النادي الاهلي خلاص احنا بنتكلم يعني هنلعب تقريبا 4 مباريات، 3 مباريات في الدوري، مصري انبي وزمالك، وفي النص في ماتش كاس امام سموحه، بعد كده رايحين المغرب نلعب كاس عالم انديه. فده طبيعي، هنرجع من كاس عالم انديه نلعب دوري ابطال افريقيا والدوري. فالنهارده انت كلاعب نادي الاهلي لازم تستحمل طبعا ان انت تلعب تحت ضغط، لما بتلعب وبتادي الجمهور اول واحد هيبقى واقف معاك، لان الجمهور برده النادي الاهلي زي ما احنا عارفين الوضع صعب، زي ما تقولي كده السنه اللي فاتت ما كانتش افضل حال بالنسبه للكل، حتى على صعيد النادي الاهلي للاسف خسرنا بعض البطولات. فمعلش يعني اللعيبه برضو لو في بعض الاوقات الجمهور شويه بينتقد او شويه بيبقى زعلان، الجمهور بيزعل، لكن عمره لكن ما بيوقف دعم، عمره ما بيكسر لاعب. انا قلت الكلام ده زي ما شفنا امبارح يعني، انا كنت في الملعب امبارح الصراحه يعني الاجواء كلها كانت حاجه جميله، والناس بتشجع والجمهور موجود، واللعيبه حتى طريقه الاحتفال يعني تشوف عمرو السوليه وهو رايح بيحتفل مع الجمهور. انت شفت روح النادي الاهلي، هي دي شفت روح النادي الاهلي. لو الاهلي قدر ان انت كل مباراه بتلعب بنفس الطريقه، الجمهور موجود بنفس الكثافه، اكيد هنقدر نعدي، لان برضو الدوري بيبقى صعب، المنافسه بتبقى صعبه، ولكن في الاخر النادي الاهلي مفروض بالكواليتي بتاع اللعيبه اللي عنده، بكواليتي الجهاز الفني الاداري، الناس اللي موفره كل حاجه، لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى هي حاسه ان هم احسن من كده طبعا، وان هم يقدروا ويستحقوا احسن من كده، والجماهير تستحق احسن من كده. وانا في كلمه دايما انا على طول في ودني من مستر مانويل جوزيه لما كان بيقعد مع الجمهور او بيقعد معانا، ودايما كان يقول ان هو كان بيقول للعيبه حاجه مهمه، رصيدك في البنك ده حاجه، لكن انت عندك رصيد تاني، ايوه ده اللي بيسميه البنك بتاع الكوره، ده اللي انت لما هتبطل كوره
ده هيفضل مستمر معاك وارث معاك مدى حياتك. لو انت طول ما انت في الملعب استغل دايما كل فرصه ان انت تجيب اجوان، استغل كل فرصه ان انت تحقق بطولات، لان هو ده اللي هيكمل مع الفلوس هتبقى موجوده وطول ما انت بتكسب هتاخد فلوس، لكن كمان رصيدك في البطولات ورصيدك في الانجازات ده بيكمل معاك، لان ده بعد ما تبطل هتحس بقيمته. فلعيبة النادي الاهلي النهارده المجموعه دي واخده 2 دوري ابطال افريقيا واثنين سوبر واثنين برونز، واخدين عدد من الدوريات وبطوله كاس السوق، يعني واخدين بطولات طبعا. لكن برضو ما ينفعش ان هم يستسلموا لفكره ان ممكن يخسروا دوري ثالث على التوالي، هتبقى حاجه ما حصلتش. لا لا ان شاء الله ده مش انا قصدي، يعني قصدي ان هم لازم يعني طبعا لازم هم يستوعبوا ان الجمهور لما بيطالبهم ده يعني تبقى حاجه ليهم. فالنهارده الامور كلها هتبقى يعني ان شاء الله طول ما النادي الاهلي وجمهوره وراه زي ما احنا شايفين كده الامور ان شاء الله هتبقى طيبه وهنكمل. يعني احلى حاجه ان احنا النادي الاهلي عاد تروح فيه مره ثانيه، التالق مره ثانيه، هو ده اللي احنا كنا نعرفه، وسقف الطموحات بتعلى وسقف الانجازات كمان، والتاريخ بيكتب من جديد. زي ما انت قلت الفرقه دي هي دي الفرقه اللي جابت لك الثلاثيه وجابت لك البطولات واسعدتك، ف حاجه تحترم. لازم نرجع ونقول شكرا للمتعه اللي احنا شفناها امبارح بجد والاداء الاكثر من رائع. في تفاصيل كتير فنيه بس هم بيطلبوا مننا فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع استاذ ايمن جلبرتو، خليكم معانا. صباح النصر مره كمان. ايمن خلينا نخش في الفنيات بقى شويه كده، يلا بينا. تعالى كده نقارن مباراه امس مع شويه سيراميكا مع شويه فيوتشر، وايه اللي حصل؟ يعني ده كان اداء ومستوى، وهنا شفت اداء ومستوى اكثر من رائع ومختلف تماما. ليه الفرق ده؟ ايه اللي حصل من وجهه نظرك؟ ايه الفروقات؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد عشان نظهر بهذا الشكل اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي؟ يعني يمكن مباراه سيراميكا الاهلي ما كانش بهذا يعني المستوى سيء قوي، لكن ما كانش فيه استغلال للفرص الى حد ما في ماتش سيراميكا. ماتش فيوتشر الاهلي بعد ما سجلوا فريق فيوتشر كان برده كان مطرود منه واحد، فجاه يعني الامور ما كانتش افضل حاجه. بعديها ماتش فاركو احنا كسبنا ماتش فاركو في الدقائق الاخيره وضيعنا فرص كتير كان ممكن نريح المباراه تبقى افضل من كده ومريحه، لكن اللي كان في النص هو اللي مش مفهوم هو ماتش سموحه. يعني اعتقد ماتش سموحه كان ماتشات سيئه جدا للنادي الاهلي مع كولر، فهو ده اللي كان فيه مشكله. لكن امبارح كان في حاجه ان احنا مثلا تقريبا احنا اول مره من فتره نجرب موضوع التسديد من الخارج، يعني وعلى فكره احنا دلوقتي عارضين الملخص بتاع المباراه امبارح، وكان في كذا يعني كان في فرصتين امبارح لشادي حسين كان يقدر في بدايه المباراه ان هو يخلص، فده برده يعني شادي حسين واحده واحده بيخش مع الفرقه، لكن نتمنى طبعا ان هو يستعيد التهديف بتاعه والمعدلات بتاعته اللي كانت وقت سيراميكا، لان هو لعيب مميز جدا ومهاجم قوي. فلا امبارح كان في التزام واضح، ان التزام تكتيكي بشكل قوي، في تركيز، ان النهارده انت بيراميدز ليه اسلوب معروف مع تكيس استحواذ وبيجمعوا اللعب عشان خاطر يحاول يلعب على ضغط. يعني هم حاولوا اكتر من مره يلعبوا في الحته اللي ورا علي معلول، بس يعني معلول بخبراته بالظبط يعني، وكمان معلول بخبراته قدر ان هو ما يحسسش ان في مشكله. أيوة. وكان في اداء مميز للامانه، كان في تركيز كبير من محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، لان برده كان في هجمتين كده البيراميدز لو كان يعني هم وفقوا فيها واللعيبه بتاعتنا ما كانتش في التمركزات الصح كان ممكن النتيجه تتغير. فهنا لا، هنا امبارح كان في تركيز، كان في التزام تكتيكي. في بعض احيان المباراه شعرنا ان النادي الاهلي سايب الكره بشكل كبير جدا للبيراميدز، وان البيراميدز ممكن الفريق يضغط لقدام. الاهلي ما كانش بيعمل ضغط عالي كتير، وده برده ممكن يبقى مبرر في بعض الاوقات ان انت مش عايز تستغلك كل طاقتك وكل مخزونك. فالنهارده انت لما بتوفق في تسديده، يعني تسديد عمرو السوليه فيها توفيق، ان كان فيها خطا كبير من حارس بيراميدز، ده حاجه كويسه. انت النهارده لازم تجرب على طول انت تشوت من خارج منطقه الجزاء، خصوصا لما حارس زي الشناوي بيتقدم كتير. الجون الثاني ده هو واضح ان كولر من ساعه ما جه هو بيحاول ان هو يستغل الكرات العرضيه، حتى في مؤتمر اعتقد مؤتمر ماتش سيراميكا لما اتسال قال لهم احنا بنعتبر ضربات الجزاء ضربات ثابته، لكن هو قال بعد كده رد على الصحفي قال له انا فاهم قصدك، انت قصدك الفاولات والركلات الركنيه احنا بنتدرب عليها ومش موفقين. فهنا دي برضو ان النادي الاهلي في عنده افكار ولكن المره دي وفقنا فيها. الجون الثالث انا بعتبر الجون الثالث ده مكافاه لحسين الشحات، يعني بصراحه فرحنا بالظبط، لان هو
عامل اداء كويس في المباريات الاخيره، حتى الهجمه اللي كانت مرتده هو كان في اكتر من هجمه مرتده بتتلعب من عند الحته بتاعت حسين الشحات، وكان ما بنوفقش ان احنا نخلصها في الاخر. وهو لما هو بيعمل الكره عرضيه لمحمد شريف كانت هجمه مرتده نموذجيه، كان فهي كانت حلوه ان هي تخلص للشحات، يعني هو حتى لو هو طبعا هيتحسب هدف عكسي ولكن هي اللقطه للشحات لان هو كان عامل اداء مميز. فامبارح كان في امور ايجابيه كتيره كويسه، طبعا لازم يكون في سلبيات اي مباراه. هنتكلم عن السلبيات، بس قبل ما نخش على السلبيات خلينا برضو نتكلم في حته انا شفت فيها ذكاء لكولر الى حد كبير. فكره هنا ان برضو بيراميدز كان بيعتمد اللعب على المنطقه اللي خلف علي معلول، وبعد كده يجي الشوط الثاني ويقفلها لهم مارسيل كولر، برضو ده ذكاء اعتقد. طبعا لان هو حتى بيراميدز في الشوط الثاني كان بيحاول يجمع الناحية التانية عند محمد حمدي وخلف محمد هاني وحسين الشحات، لكن برضو كان طبعا لان في اي اوقات زي ما بنقول كده ايه السلبيات، انت اكيد في بعض الاوقات اللعيبة بتاعتك ممكن مع مجهود المباراة والتركيز لازم يحصل بعض الهفوات الدفاعية، ولكن في النهاية لما الكرة بتوصل ما بتبقاش بالخطورة يعني الكبيرة، وكمان لما انت بتبقى متقدم 2-0 خلاص الموضوع بيبقى اهدى. لا امبارح كولر واللعيبه كان في زي ما قلنا في تركيز، في هدوء. التركيز جاي لان في هدوء. احنا كنا بنشوف اللعيبه بتاعتهم في بعض الاحيان داخلين عايز يخلص عايز اجيب، في تسرع في اللعب فما بيبقاش اللعب مظبوط، لكن امبارح بصراحه هدوء غير عادي، تركيز غير عادي، روح النادي الاهلي موجوده، انا شايفه روح معنويه وطاقه ايجابيه موجوده، التشجيع كان اكثر من رائع من الجماهير، كل حاجه كانت حلوه امبارح بصراحه. يمكن انا في حلقه قبل كده مع كريم كنت اعتقد بعد ماتش سموحه كان يعني نادي الزمالك كان اتعادل في مباراته ونادي الاهلي اتعادل برضه يعني تاني، اعتقد كان ماتش سموحه. فالنهارده اللي حصل ده اللي احنا بنطلبه، ان انت لما انت لما المنافس المباشر بتاعك يقع في مباراه فهو بيقدم لك هديه، فانت لازم تستغلها. صحيح. فاحنا متعودين طبعا على النادي الاهلي عبر تاريخه ان هو دايما لما يخش ماتش عارف ان هو هيفرق، وتحديدا لو نفتكر دوري 2011 تحديدا لما مانويل جوزيه رجع وكان الزمالك متقدم بست سبع نقط، والامور كان الزمالك اول ما بيقع الاهلي الماتش اللي بعديه على طول بياخد الثلاث نقط، فماتشين ثلاثه انت اللي بتركب الدوري. فده اللي ضايق الجمهور شويه، ان لا الزمالك لما يتعادل انت كمان تتعادل، دي كانت صعبه لان انت كنت هتفرق، بعد كده الاهلي تعادل والزمالك كسب فالامور. فالنهارده لا، النهارده احنا استغلينا الهديه بشكل مثالي، فرقنا بثلاث نقاط، هنبقى اهدى نلعب يوم الخميس طبعا مع انبي، المباريات مضغوطه ولكن ده قدر النادي الاهلي، ان شاء الله يبقى فيه استشفاء جيد والاصابات نتعامل معاها بشكل كويس. لكن ماتش انبي كمان، انبي تقريبا برضو وضعه مش افضل حاجه، يمكن لسه كسبان قريب، برضه هيبقى ماتش مهم لانه هنلعب في ملعب اعتقد المقاولين او بتروسبورت ايا كان، فالامور الامور مش تبقى اعتقد المقاولين، الاهلي ما الاهلي والزمالك ما بيلعبوش في بتروسبورت الفتره الاخيره، فالامور يعني المقاولين كمان في مباراته مع الزمالك قدر يعني لما بيلعب فرق كبيره بيبقى عندهم تكتيك كده معين بيعرفوا يتعاملوا مع فالنادي الاهلي ان شاء الله يكمل نكمل. اهم حاجه احنا اهم حاجه عايزين نروح كاس العالم للانديه والامور مستقره في الدوري. ليه؟ عشان كاس العالم للانديه المره دي زي ما انت قلتي كده من هدايا 2023، ان دي هديه كاس العالم بتاعت 2023 اللي جايه لنا دي هديه برضو، حاجه ما كناش متوقعينها، فجاه لقينا نفسنا موجودين فيها استنادا للوائح، فدي حاجه كويسه، هنروح نلعب نستمتع ونلعب، ويمكن ان احنا حاجه برضو ما كناش متوقعين ان احنا نشارك فيها، لما نشارك فيها بالسيناريو ده نحقق انجاز ما حققناش قبل كده. فطبعا تعالى بقى نتكلم عن بعض مش هنسميها سلبيات بس الفرص اللي كانت ممكن تفرق برضو الى حد ما. في كذا فرصه كمان لبيراميدز بالمناسبه، بس انا لو هتكلم عندي هنا وراسيه شادي حسين واحده واحده خلينا نتكلم كده. هل بتشوف الراسيه بتاعت شادي حسين كانت ممكن تكون فعلا جول مؤكد ولا المشكله كانت فين؟ يعني هو للامانه انا كنت قاعد في الدرجه الثالثه، فمن الزاويه بتاعتي انا في الدرجه الثالثه الجول كان يعني مفتوح، فكان يعني انا اشوفها ان هي فرصه، كان تسرع مثلا ولا ايه؟ ما اعرف يعني ممكن يكون هو ساعات اللعيبه بتبقى يعني في ضربات الراس تحديدا انت لازم تبقى التيك اوف بتاعك في وقت مثالي، توجيه الراس بتاعك في وقت مثالي. ممكن شادي حسين في اللعبه دي يعني زي ما بيقول كده بلغه الكوره ما ركبش الكوره بالشكل السليم او الصح، فعشان كده ما وجهش دماغه بالشكل السليم فعشان كده خرجت صح. لكن للامانه هو لو كان يعني خد التيك اوف بتاعه بشكل صح زي ما احنا شايفين حتى حسين الشحات
يعني عملها مهار قفش حتى لعبها اوفر كويس. هو كان المفروض يطلع على طول بدماغه موجهها في البعيده، لان هتبقى قويه جدا، هيبقى الشناوي خلاص هي بعيده، ولكن يعني احنا شادي حسين هيدخل واحده واحده. واحد احنا كان ده الهدف التاريخي لنادي سيراميكا، طبعا نادي سيراميكا الصاعد حديثا بقاله موسمين، فهو عنده الحته بتاع التهديف. ممكن النقله مع النادي الاهلي لسه شويه هو بيحاول ان هو يتحسسها، لكن لا نتمنى من شادي، وشادي من اللعيبه المميزه، وهو كمان اهلاوي ومن المدرج، يعني زي ما نقول كده خريج المدرج بتاع النادي الاهلي، فاكيد هيتفرج على الحاجات دي وهيراجع تاني وهيطور من نفسه، لان كل مهاجمين العالم وكل الناس بتغلط، زي ما بنقول كده السلبيات هتفضل موجوده في الكوره، بس ايه المهم ان تاخدي السلبيات دي تتفرجي عليها وتبتدي تحسني من نفسك. لو عايزه تتمرني شويه زياده تتمرني، عايزه مع محلل اداء مثلا تشوف ايه المشكله، تقف مع المدرب، يعني في طرق كتيره. لعيبه الكوره ما بتاخدش الساعتين بس تمرين وتروح، لا ده هو يعني هو حياته المفروض تبقى كوره، اليوم بتاعه كله زي الموظفين كده، احنا عندنا 8 ساعات شغل، هو كمان المفروض اليوم بتاعه بيقسمه تمرين لو عنده حاجات اضافيه. فان شاء الله نتمنى ان الفتره اللي جايه حته تحديدا الفرص المهدره في النادي الاهلي تعالج بشكل اكبر. بص، هي يعني نقطة برضو عايزة أعلق عليها قبل ما نروح بقى لمباراة إمبي، وهي نقطة صحيحة جدا. إحنا مش عايزين نتسارع برضو في الحكم على أي صفقات أو أي لعيبة. مش عايزة أرجع برضو أدي مثال بفلافيو، يعني لأن طبعا إحنا كلنا عارفين القصة، بس الحكم بيكون بعد كذا مباراة وبقى كذا بطولة، لأن أنت الخامة بتاعتك ممكن تبقى جيدة جدا، لكن الأداء بتاعك المتميز يظهر بعد فترة. بالظبط. فأسلوب الانتقادات اللي بنشوفه من بعض النقاد الرياضيين على القنوات المختلفة ولهم كل الاحترام، لكن كلام يعني عارف اللي هو بتبقى بتسمعه، يعني انت عايز تطلع من الكلام ده بايه؟ يعني انت المفروض فاهم في كرة القدم وتاريخ كبير ولك باع كبير، ما تتكلم حاجة زي كده. يا انت عايز بقى تظهر باخبار او ترند او غيره، يعني اي بي سي ما فيش الكلام ده خالص في لغة كرة القدم في الملاعب. يعني على كل حال ده لا يعنينا. خلينا اروح معاك بقى لمباراة إمبي، لان برضو البعض بيقول لك بعد مباراة قوية واداء جميل ونتيجة تقيلة وقلب كده الموازين والعودة مرة تانية والثقة اللي موجودة والطاقة الايجابية الكلام ده كله، هل انا مع إمبي بقى هبتدي ادافع ولا هبتدي العب بهجوم ولا هعمل خطة عاملة ازاي؟ هخش برضو عايز انهي المباراة من الداية الاولى ولا هلعب بالراحة؟ هبتدي اشارك عناصر شبابية؟ يعني من وجهة نظر ايمن جلبرتو. لا يعني طبعا الوقت الحالي صعب جدا يبقى فيه اي تجارب، هي الفكره كلها الحاله البدنيه بتاعت اللعيبه عامله ازاي. اللعيبه اللي قادره هي اللي بتشارك، فالنهارده مثلا وارد علي معلول بيبقى فيه لود عليه مثلا، فالنهارده نشوف مين اللي يقدر يلعب مكان علي معلول. لكن لا، مباراه زي مباراه إمبي اتمنى ان احنا نقدر نخلصها بدري. ليه؟ لان هم برضو الفريق إمبي او اي فريق تاني هيلعب النادي الاهلي برضو بيراميدز من الفرق اللي بتلعب مع النادي الاهلي جيم مفتوح، يعني بيراميدز مش من الفرق اللي تنزل تلعب مع الاهلي اللي نركن الاتوبيس زي كما بنقول بارك ذا باص، او نوقف ال11 قدام المرمى ويعني ونفضل مقفلين بعد كده نشوف بقى لا إمبي هتبقى ممكن تلعب مع النادي الاهلي بنفس الاسلوب اللي هو بتاع في تحفظ دفاعي نوعا ما. فلو نقدر ان احنا نلعب باسلوب نخلص بدري زي ماتش المحله كده لما جبنا هدف مبكر، يمكن المحله السنه دي برده شكلهم مختلف بيلعبوا بشكل هجومي اكبر، ولكن لا الفرق اللي زي إمبي وسيراميكا والمقاولين في فرق كده دايما الافضل ان انت تسجلي فيهم بدري. ليه؟ لما بتسجلي فيهم بدري هم بيبتدوا يحاولوا يغيروا من اسلوب لعبهم اللي نازلين بيه قدام، لكن لو اتاخر التهديف هم نفسهم تركيزهم بيزيد وبيفضلوا ثابتين في حالتهم الدفاعيه وبيبتدوا يلعبوا على الهجمات المرتده بشكل سريع، فممكن يسببوا لنا مشاكل. فلا ان شاء الله النهارده قدام يعني وقت ماتش إمبي اهم حاجه طبعا احنا كريم فؤاد بنسبه كبيره زي ما سمعنا من التقارير او إن هيبقى يعني صعب او عنده الاصابه الحمد لله مش كبيره، ولكن اعتقد صعب يلحق مباراه إمبي. والافضل ليه ربما والأفضل طبعا لان زي ما قلنا عندنا إمبي بعد كده المصري بعد كده سموحه في الكاس بعد كده الزمالك بعد كده البنك الاهلي، يعني مباريات قويه وما فيش وقت يعني فيش مساحه فقدان نقاط. فده اللود طبعا على لعيبه النادي الاهلي مع الجمهور مع الاداره الفنيه كويسه، وان شاء الله اهم حاجه التوفيق. يعني احنا سيبنا طبعا في مباريات احنا بنتكلم النادي الاهلي كان ممكن يبقى ليه بعض اللقطات التحكيميه اللي هي يعني
مش هنقول تساعده ولكن اللي هي ايه بتاخد حقك. بص هنتكلم في موضوع التحكيم لان ده ملف برضو مهم بس طبعا خلينا نقول برضو يا ايمن دلوقتي احنا بنعرض بعض اللقطات للتدريب الخاص بفريق الاول النهارده طبعا من ملعب مختار التتش بالنادي الاهلي فرع الجزيره. وشفنا كده برضو حسين الشحات في اللقطه الاولى لو عارفش خدت بالك ولا لا خلينا لو عرفنا نرجعها مره تانية يا ريت تحس بفرحه. انا شفت حسين الشحات وهو خارج للتدريب تحس كده جبر خاطر بفرحه بثقه. طبعا هو بقاله فتره بعيد طبعًا. شويه وحتى للامانه الجمهور كمان حاسس ان هو لما بينزل الملعب الفتره الاخيره بيعمل فرق بيصنع فارق ودي حاجه كويسه. حسين الشحات لعيب عنده اكتر من كده كمان. يعني حسين الشحات ده كان بص سلام عليكم يا جماعه يعني هو عنده افضل من كده. حسين الشحات من الصفقات اللي كانت صفقات جماهيريه طبعا طبعا. يعني طبعًا. مش بنتكلم بس ان صفقه فنيه يعني لا ده الجماهير كمان كان نفسها تشوف حسين الشحات بتيشيرت النادي الاهلي. فهو عنده اكتر من كده يعني بالزبط. رغم اللي حققه حسين الشحات مع النادي الاهلي الجمهور كان متوقع لا ده انت يا حسين لسه عندك اكتر من كده. فجميل ان هو الفتره الاخيره اداؤه مميز. لا وقول اهو كمان ده قلنا يعني لا انا بقول الجون ده هو ربنا بيكرمه بيقول له دي هديه ليك على ادائك وان انت من حقك ان انت تفرح. فلا كويس يعني اي لعيب في النادي الاهلي لما بيستعيد ولو جزء بسيط من مستواه بيعمل فارق. وعشان كده هو ده اللي الناس لما بتزعل ودي اتمنى ان الرساله توصل للعيبه. الجمهور لما بيزعل منكم هو مش معناه ان هو بيبيعكم او لا 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 بينسى. عمر ما ده كان ابدا. الجمهور لما بيزعل هو بيزعل عليكم يبقى نفسه ان انتوا تبقوا احسن انتوا تكسبوا. لما انتوا بتكسبوا الجمهور بيفرح وانتوا بتفرحوا والامور يعني زي ما شفنا يعني في مباراه سيراميكا لو تاخدي بالك كان قبل المباراه عمرو السوليه كان على الدكه الجمهور كان بيحييه وبيقول يعني بيتمنى الشفاء والسلامه لبنته اللي هي كانت تقريبا يعني عامله عمليه او حاجه زي بنته الصغيره. فالنهارده انت تتخيلي يعني اللعيب لازم يتخيل ان الجمهور بيعيش مع اللعيب تفاصيل حياته. النهارده لو اللعيب عنده حاجه كويسه او فرحه الجمهور بيفرح معاه. اللعيب لو لا قدر الله عنده مشكله او ازمه او حاجه وحط صورته وكانت حلوه كمان لما عرضها صوره ليلى بنته وخد رجل المباراه وبعد الماتش خد تحيه خاصه لوحده من الجمهور لما وهو خارج من الملعب. فالنهارده الجمهور بيعيش مع اللعيبه تفاصيل حياتها. فده حاجه كويسه. فالنهارده انتوا كمان يعني على قد لو اكيد اي حد بيتضايق من الانتقادات ولكن معلش الجمهور دايما انتوا كبروا بخاطر الجمهور ده دوركم. لقطه كانت حلوه امبارح اللعيبه وبعديها الجهاز الفني لما راحوا اتجمعوا راحوا للجمهور. فنتمنى دايما ان الروح دي تفضل موجوده. طيب خليني اروح معاك بقى برضو سريعا لان كان متوازي مع ماتش الاهلي ليفربول والواحد زعل برضو مع الخساره. ايه اللي بيحصل ليفربول في ايه؟ انا ما زعلتش لما اصلا انا ماليش دعوه اساسا انا كنت فرحان. طب نلغي السؤال بقى ونقفل على كده. انا كنت فرحان في الاستاد الصراحه. لا يعني ليفربول طبعا كلنا محمد صلاح اي يعني ليفربول لازم نتابع يعني نفسنا دايما ليفربول عشان خاطر كده. طبعا محمد صلاح انا بهرج يعني بس هي الفكره ان ليفربول عموما في الدوري السنه دي هو مش افضل حاجه خالص يعني كنتائج حتى هم يعني عكس دوري ابطال اوروبا. وفي دوري ابطال اوروبا يعني نتائجهم افضل بكتير. وامبارح انا شفت الاجوان الصراحه يعني اخطاء دفاعيه قاتله من الاهداف كلها يعني هدف عكسي. وتقريبا برضو قريت تحليلات كده معانا ان الهدف الاولاني اللي جه في ليفربول ده اصلا جه قبليه جونين بنفس الطريقه واتلغوا اوف سايد. فواضح ان ما كانش فيه تركيز بالزبط. دفاعي في ليفربول. والهدف الثاني الهدف الثالث كمان اعتقد كوناتي كان وقع قدام المهاجم بتاع برينتفورد. فليفربول في الدوري مش افضل حاجه. صلاح ارقامه طبعا مميزه ولكن تقريبا كده ليفربول هيبقى السنه دي الافضل ليه ان هو يحاول يلعب على الشامبيونز ليج عشان اموره في الدوري بعيده شويه. احنا خلينا في الاهلي بتاعنا بالظبط. طالما الاهلي كويس طالما الاهلي بخير احنا بخير. ايمن نورتنا بجد يعني جدا. ناقد الرياضي ايمن جلبرتو شكرا ليك جدا. شكرا يا فندم. طيب احنا هنروح فاصل وهنرجع بقى مع حضراتكم علشان الفقره الطبيه الاخيره اللي هتنورنا فيها دكتور دينا ابو سعود. بس هنسيبكم مع بعض اللقطات من التدريب النهارده للفريق الاول. اتفضل. صباح الهنا والنصر والجمال والرشاقة وكل حاجة حلوة يا رب علينا جميعا وعلى حضراتكم. وخلينا كده نبدأ الفقرة دي ونقول دايما سؤال بنطرحه لنفسنا بنطرحه على بعض بنحاول كده نلاقي إجابة عليه معظم الوقت مش بنلاقي. إزاي أخس
بشكل صحي ولما خس ما تخنش تاني، لان في ناس كتيره تخس وبشكل صحي وتبقى مبسوطه تقعد شهر اتنين فجاه تلاقي نفسك بتاكل اكتر من الاول وتلاقي نفسك رجعت وزن اكتر يعني من الاول. طب الحل ايه؟ ازاي ممكن نعالج مشكله السمنه دي؟ ازاي نعمل خطوه للدايت من غير كمان ما نحرم نفسنا، من غير ما نمر بقى بفتره شعرنا يقع، ضوافرنا تتكسر، المود بتاعنا يبقى مش حلو، الكلام ده كله ازاي اخس واخس صح ويبقى عندي حيويه ويبقى عندي طاقه ويبقى المود بتاعي حلو وما يبقاش عندي همدان؟ في حاجه كمان؟ شوفوا كل ده اجابته عند دكتور دينا. خلينا نرحب دكتور دينا ابو السعود طبعا المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز، وصباح الفل وبونجور وسنه جميله علينا يا رب جميعا. يا رب امين يا حبيبتي. أمين يا رب. نبدا بقى السنه دي كده وندي بعض الارشادات للناس اللي عايزه تبدا السنه بكمان شكل مختلف. ناس كتيره بتقول لك انا هبدا من اول السنه وهغير شكلي وهخس، والناس الاوفر ويت تقول لك خلاص انا مش هقبل اكمل كده، والحامل اللي بتولد اللي وزنها عالي، والناس الكبيره في السن اللي بتقول لك انا عايز اخس عشان صحتي عشان ركبي. نعمل ايه؟ مهم قوي ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا. يعني يعني على طول بقول مشكله السمنه مشكله كبيره جدا، ومش بس كبار السن اللي بيعانوا منها او الشباب، حتى الاطفال دلوقتي بقوا يعانوا من مشاكل كتيره جدا في موضوع السمنه. هنعمل ايه؟ لازم هنظبط اكلنا، ولازم نلعب رياضه خفيفه. انا ما بقولش ان احنا كل يوم نقعد في الجيم، لا، نتمشى. الستات اللي قاعده في البيت اللي ما بتشتغلش تقوم تطبخ تنظف البيت، لازم الحركه، لازم طول الوقت حركه. لما نفضل قاعدين على الكنبه واي حد معدي قدامنا نصطاده يجيب لنا حاجه. ايوه صح. نغير طريقه الاكل، ما ينفعش ان احنا كل يوم نمشي على اكل مش صحي، ما ينفعش ان احنا كل يوم ناكل سكريات كتيره جدا، ناكل دهون كتير جدا، ناكل نشويات كتير جدا، لا، لازم نغير اللايف ستايل ولازم نخس بطريقه صحيه وامنه. يمكن معظمنا بيبقى عنده مشكله شراهه في الاكل، وان احنا مش قادرين ان احنا نجبح شهيتنا بصراحه. دي بتحصل يعني لينا حتى الناس اللي مش اوفر ويت على فكره، يعني ممكن ناس تلاقيهم وزنهم كويس 62 65 مع الطول يبقى مناسب، تلاقيهم عندهم شراهه في الاكل، ماسكين نفسهم بالعافيه، بيروحوا اوقات كريفنج حاجات بتتخن. احنا كده حتى صح. يعني احنا كده، انا كده برضو، كلنا كده بصراحه. يعني فازاي مش هنضحك عليك. اصل الاكل برضو متعه، وكل حاجه فيها اكله، هنخرج هناكل، هنتعزم في حته في البيت هناكل، ولو قلنا لا بيبقى في قدامك. يعني انت مثلا مش هتاكلي حلو، اللي جنبك بياكل حاجه حرمه غصب عني هضعف. يعني صح. طيب هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ شركه بايو ناتشرالز اللي خصصت كورس كامل ان احنا نقدر نخس بدون حرمان. يعني ايه بدون حرمان؟ ايوه، ان احنا نقدر. هناخد البيستا، بيستا من انتاج شركه بايو ناتشرالز. طبعا شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لمنتج بيستا، وبطمن كل الناس انه مرخص من وزاره الصحه المصريه ومتواجد في الصيدليات. بس لو عايزين ناخد الكورس كامل لازم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي، ارقام شركه بايو ناتشرالز، ويوجد فريق طبي كامل لمتابعه الحاله كل اسبوع بالمجان. طيب اشمعنى انا بنصح ببيستا؟ لان بيستا اولا مكوناته، اول حاجه طبعا زي ما انا قلت مرخص وزاره الصحه المصريه فامن. تاني حاجه مكوناته طبيعيه عباره عن الياف. الالياف مهمه جدا للاحساس بالشبع والانقاص الوزن والتحسين عمليه الهضم. عشان كده ناس كتير برضو على فكره من العملاء اللي اخذوا بيستا اللي كانوا بيعانوا من امساك مزمن بطلوا يعانوا من الامساك المزمن، لان الالياف اللي داخل بيستا بتحسن جدا عمليه الهضم وبتحسن الجهاز الهضمي بشكل عام. طب من اهم الالياف اللي داخل بيستا الشوفان وقشور السيليوم ورده القمح. فانا لما باخد بيستا قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتي، احنا المصرح المصرح ان احنا ناخد ساشت واحده كيس او اتنين او تلاتة بالكتير. اللي يقدر يقول لنا كام ساشت في اليوم هو الفريق الطبي الموجود بالظبط حسب الوزن والطول والحاله الصحيه بقى. وطبعا كتله الجسم اللي هو البي ام اي لازم نحسبه عشان نعرف احنا اوفر ويت قد ايه. يعني لو حسبنا كتله الجسم لغايه 29.5 احنا تمام، بس من بعد ال 30 انا في سمنه، من ال 35 لل 40 اللي بعد ال 40 سمنه مفرطه. فلازم الفريق الطبي هو اللي هيتابع الحاله وهو اللي هيقول هياخد كام ساشت في اليوم سواء ست او راجل. اولا بيستا بطعم التفاح،
ما فيش حد يا جماعه ما بيحبش التفاح. لا لا بيتحط على ميه على 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 يعني بيتذوب في ميه كوبايه كبيره عشان الالياف تمتص الميه. ولما نيجي ناخد البيستا قبل الاكل بنص ساعه بيحصل حاجه زي ماده جيلاتينيه او 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 بتنفش في المعده، فحجم المعده بتملى. فلو انا باكل طبق قد كده على الغدا هلاقي نفسي باكل ربعه. واكيد بنصح واحنا بناكل ما ناكلش بسرعه بسرعه. انا باكل بسرعه بس بحاول افكر نفسي ان ما ينفعش معلقه في الثانيه وفي الثالثه، لان هرمون الشبع بيفرز بعد ثلث ساعه من الاكل. فلو اكلت بالراحه في خلال ثلث ساعه هلاقي نفسي شبعانه، مع بيستا هلاقي نفسي خلاص. فطبعا بيستا رائع على انقاص الوزن. ولما قلتي يا لهواند مش عايزين نخس ونلاقي شكلنا تعبان، بالظبط دي يعني نقطه مهمه جدا. لان بتلاقي كتير بيعملوا، وعلى فكره موضوع انقاص الوزن ان انا احرم نفسي من الاكل ده خطر. مفيش حاجه اسمها ما اكلش خالص. ايوه بس عارفه انا باكل ايه. حتى مع بيستا لما نيجي نبدا الاكل نبدا بالسلطه، نبدا بالشوربه، ما نبداش بالرز والمحاشي والمكرونات، ما نقدرش ده. ناكل بروتين لو عندي فراخ او لحمه او سلمون او كده مع السلطه، وفي الاخر ناكل معلقتين ثلاثه من النشويات، لان النشويات مهمه جدا للطاقه. يعني هعمل ايه كمان مع بيستا عشان ما افقدش جمال شعري ونضاره بشرتي ولا اضوافري بتتكسر؟ لازم اخد معاه قلب مالتي فيت. ده مهم. ده بقى المكمل الغذائي اللي بيحتوي على فيتامينز مختلفه المفروض الجسم بيبقى محتاجها اون ديلي بيزز. طبعا يعني. طبعا قلب مالتي فيت رائع. قلب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء المصريه. قلب مالتي فيت داخله 13 فيتامين ومعدن. من اهم الفيتامينات اللي داخل قلب مالتي فيت لو هتكلم على فيتامين سي، يمكن فيتامين سي احنا عارفين يا نهواند للبشره وللشعر وللمناعة. مهم طبعًا. جدا طبعا للمناعة. اكتشفناه المناعة ده مع الكوفيد. بالظبط. لكن الدراسات الأخرانية أثبتت أن فيتامين سي رائع لحرق الدهون المخزنة. فأوريدي قلب مالتي احنا مشكلتنا بقى في الدهون المخزنة دي. صح. يعني مش اللي بتدخل جديد مخزنة. عايز أقول لك أن بيستا كمان دخله كروميوم. الكروميوم بيعمل على حرق الدهون المخزنة فهيبقى رائع. داخل قلب مالتي فيت اقدر اقول كمان فيتامين بي او فيتامين ب المركب اللي هو كومبلكس كله بقى. في حاجات محترمه كتير في الصيدليات تحتوي على فيتامين بي، بس بتلاقي ايه واحد واثنين وثلاثه، ما تلاقيش 12 الكوبالامين ده مهم لدعم الدم اصلا. ما تلاقيش البيوتين. البيوتين مهم للاعصاب، مهم للشعر. ما تلاقيش الفوليك اسيد. الفوليك اسيد احنا عارفين قد ايه اهميته للشعر واهميته للست الحامل، مهم جدا، واهميته للاعصاب كمان، واهميته لتكوين كره الدم الحمراء. أوكي. الفوليك اسيد. فعندي داخل قلب مالتي فيت كمان فوليك اسيد وكل عائله فيتامين ب اللي بتدعم لي جدا التمثيل الغذائي. عندي داخل قلب مالتي فيت الزنك. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، ومهم لكل الخلايا اللي بتتجدد عندي في الجسم، زي الشعر، زي الضوافر، زي الدم. الدم بيتجدد، زي العظم. المعده نفسها بتحب قوي معدن الزنك. كفاءه حموضه المعده بتشتغل احسن مع الزنك، والزنك داخل قلب مالتي فيت بنسبه 23.9 اعلى تركيز في الزنك. عندي داخل قلب مالتي فيت مع الزنك النحاس، وعندي الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي طبعًا. احنا كستات يعني أكيد. والحلو فيه ان الكالسيوم، ما عنديش الكالسيوم بنسبه عاليه فخاف من ترسيب الكالسيوم، او اخاف. انت عارفه لو الكالسيوم زاد قوي بيحصل ترسيب، لكن قلب مالتي فيت دخله 70 ملي جرام كالسيوم، اللي هي الدوزز الافريج يعني. الجسم محتاج 1000. الجسم محتاج 1000 ملي جرام. طبعا الكالسيوم موجود في الالبان، البيض، وات ايفر، والمكسرات. لكن نقدر كمان لو ما بنعرفش ناخد كل يوم كالسيوم اللي هو ال 1000 يوميا، بعوض بنسبه من قلب مالتي فيت اللي هو دخله 70 ملي جرام كالسيوم. هايل جدا. طيب احنا معانا حاله لواحدة اسمها أميرة، وهي عايزة تتكلم، أو يعني هنشوف وهي بتتكلم تحديدا تجربتها قبل وبعد مع طبعا بيستا. والحاجة التانية عندنا أسئلة للمشاهدين برضو، ما بحبش إحنا ننهي الفقرة من غير ما نسألهم. خلينا الأول نبدأ بأميرة، نروح نشوف الكيس دي ونرجع نكمل مع حضراتكم. إزاي ساعدك تخسي؟ أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل، من السمنه المفرطه،
وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط، فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. حلو جدا ان حد يتكلم، بس في نفس الوقت انا شفت ان هي بتقول ان هي خست بشكل كبير وباين على جسمها، بس وشها ما خسش يعني. الوش ما تعرضش للشحوم يعني، لان هي بتاخد الكورس على بعضه، بتاخد بيستا وقلب مالتي فيت، وعلى فكره كمان داخل الكورس فيه الجرين كوفي، القهوه الخضراء اللي بتساعد جدا على معدل الحرق. وشها زي ما هو لان فيتامين سي يعني موجود، وبيطلع هدية فيتامين د، الفيتامين د مهم جدا. فانت عندك فيتامين سي، عندك زنك، عندك فيتامين بي، فيتامين بي مهم قوي لترطيب البشره، فيتامين سي مهم لاعاده انتاج الكولاجين. فالحلو ان جسمي يخس ووشي يفضل زي ما هو. حلو. نروح بقى للاسئله، خلينا بقى نروح مع حضراتكم للاسئله دلوقتي. عندنا جمال الغزولي بيقول انا مشكلتي في تجمع الدهون في البطن، فهل الكورس مناسب ليا؟ الكورس مناسب جدا جدا جدا. هيقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لان اكيد شركه بايوناتشرالز هي الوكيل الحصري. احنا عندنا الارقام وعندنا صفحه بايوبيستا كمان على السوشيال ميديا. اي اسئله بقى ممكن يطرحوها كل ده على فريق كل ده على البيج وعلى ارقام التليفونات، وهيقدر الفريق الطبي يتابع الحاله ويرد على جميع الاسئله. هاجر محمد، انا عندي 24 سنه، عندي مقاومه انسولين، بعاني من السمنه، فهل الكورس ده امن اني اخده؟ امن جدا. اولا الكورس هيبقى امن ليها قوي، بيتاخد في سنها وبيتاخد من سن 13 14 سنه. وارجع اقول ان الكورس امن لاصحاب الامراض المزمنه من ضغط، من قلب، من سكر، مفيش اي مشكله ان هم ياخدوا الكورس بكل امان. هايل. أسماء النجار، أنا كنت بعاني من سمنة مفرطة وبدأت أخس بشكل كبير أول فترة، وبعدها ما بقتش أنزل غير بصعوبة جدا، فتنصحيني بإيه؟ المشكلة دي كومن إن الناس بتخس بعد سن معين بيبقى فيه تثبيت، خلاص أنا مش عارفة أخس تاني. صح. حتى لو مقللة أكلي، حتى لو بعمل رياضة ما بخسش. أنا حصلت لي قبل كده. الناس الاوفر ويت قوي بيخسوا اكيد مره واحده وبيقعدوا في حته معينه ما بيعرفوش، فمحتاجين حاجه تزود سرعه الايض عندهم وتزود سرعه الحرق. اوريدي كورس الب مالتي فيت مع بيستا مع القهوه الخضراء، هتاخد القهوه الخضراء، القهوه الخضراء بتعلي جدا معدل الحرق، وهتاخد فيتامين، لو فيتامين د عندها واقع بتلاقي ان سرعه الايض عندها قليله. وقلب مالتي فيت المهم فيه جدا الفيتامين اللي بيعلي لي الميتابوليزم بتاع الجسم وبيعلي لي معدل الايض اللي هو فيتامين بي كومبلكس كله. فلما هتاخد الكورس بيستا من بيستا من فيتامين قلب مالتي فيت من القهوه الخضراء من فيتامين د، هتلاقي ان هي هتخس، وتقدر كمان مع الكورس انها تتحرك، ده هيساعدها اكتر كمان انها تخس، وتشرب ميه كويس قوي. الميه مهمه ان جنرال. ان جنرال الميه مهمه، ومع الكورس الميه مهمه جدا، وان جنرال الميه مهمه لان الميه اساس كل حاجه حيه. في ناس كتيره اعرفها على فكره ما بتشربش ميه اصلا، يعني دي كارثه في حد ذاتها. بتنسى بتنسى يا نهوان. انا كنت كده، ان فعلا الواحد بينسى الميه، بس بيعمل ايه؟ واحنا انا في العربيه لازم لازم افتكر، لازم يبقى ازازه الميه قدامي في الشغل، في العربيه، قدام التلفزيون. حتى لو انا مش عايزه اشرب ميه خليها قدامنا. كل شويه ايه بقين كده، مهم قوي الميه، ما ينفعش نشرب. انا اقول لك مفاجاه بس مش هبين بقى شكلها. ازازه أيوة. الميه ورايا. والله ورايا. ده 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 الصح فعلا يعني. انا بحب الميه. طيب احمد طلعت بيقول انا ابني عنده 14 سنه بيعاني من سمنه 14 سنه سمنه مفرطه، جربت معاه كل الطرق بتاعه الدايت وبرده معدل الحرق عنده قليل جدا. لا ازاي عنده 14 سنه ومعدل حرق؟ ما هو احيانا بتبقى وراثه برده يعني. طبعا يقدر برده الام تتكلم عن طريق شركه بايوناتشرز، عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، هيتابعوا معاها حاله ابنها
وكل اسبوع هيتابعوا الحاله وهتلاقيه بيخس، واول ما هيخس هي هتتبسط وهو هيتبسط، وهتلاقي ان عنده الحركه بقت احسن، المود بتاعه بقى احسن، لان 14 سنه وعنده سمنه مفرطه ده حرام الحقيقه بصراحه. والوعي دلوقتي ابتدى يتغير والثقافه. يمكن زمان ايامنا واحنا في المدرسه احنا كان بيبقى معانا اطفال تخان جدا، يعني كانوا بياخدوا مننا السندوتشات بتاعتنا، ده كان بيحصل. ايوه بس كانت الاهالي بتسيبهم، يعني الثقافه زي ما اقول لك ابني صغير خليه. دلوقتي اعتقد الثقافه اختلفت، لو انت برضو تاكدي لنا ده يا دكتور، تلاقي البيشنتس كتيره اطفال بتيجي، الاهالي ما بقتش حابه قوي ده برضو. لا بس في اهالي كتير حابه ده، وانا حابين ولادهم يبقوا يعني كميه سويتس، يعني اقول لها يا بنتي سويت مش مشكله بقى، ما انا مش صغيره جدا ده. هي صغيره دلوقتي لكن لما تكبر هيحصل لها مشاكل صحيه، لان لما باجي اربيها على طريقه معينه في الاكل او اربيها على طريقه معينه في الاكل، لما ترجع هيبقى بنيانها قوي. فلازم ازرع النبته صح. طيب بدايه لازم التاسيس يكون من البدايه بالزبط. بصراحه ليجي بعد كده مثلا، فاكره كان عندنا كيس واحده عندها 24 سنه وكانت 114 حاجه كده، فاكره 114 كيلو 24 سنه، حرام يعني. ما هو ده تراكمات اكيد تراكمات. البنت كانت من وهي طفله ما بتقلهاش، لا تلاش، لا ما بتقلهاش، لا على حاجه يعني، لا حرام برضو. طيب فكره هنا برضو ممكن حد يجي من الساده المتابعين دلوقتي يقول لك طيب بيستا احنا شفنا المنتج ده، دخلنا الصيدليه لقينا كذا منتج تاني زيه، ايه اللي يخليني تحديدا اروح لبيستا علشان اشتريه علشان اجربه؟ بيستا اولا عباره عن الياف، الالياف مهمه جدا لكبح الشهيه ومعدل الشبع يبقى بالساعات الطويله. الالياف ما بتشتغلش على المخ، الالياف بتشتغل ولا مخ على ولا مود ولا قلب، احنا لا 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 اطلاقا اطلاقا. فهو عباره عن رده شوفان، قشور السليم، رده القمح، والكروميوم وفيتامين سي فقط. فهو فعلا منتج امن جدا وفعال وما بيشتغلش على المود. مش هاخد قلب مالتي فيت بيستا او الكورس الاقي نفسي عصبيه، الاقي نفسي مش عارفه انام بالليل. قلب مالتي فيت يتاخد الصبح او الظهر عشان فيتامين بي بيدعم النشاط، فعشان لو حد سال ما حدش ياخد قلب مالتي فيت بالليل عشان يعرف ينام كويس. بالظبط. لكن الكورس لا، ولا هيحصل لي ارق في النوم، ولا هيحصل لي ضربات قلب عالي، ولا هيحصل لي مود مش حلو، ولا هيحصل لي اني عطشانه عايزه جفاف او وات ايفر. فعشان كده انا بحب جدا كورس بيستا من شركه باي ناتشرالز، لانه هنخس بطريقه صحيه وامنه وفعاله. كويس جدا النقطة دي على فكرة، وفعلا موضوع الأدوية المختلفة أو المكملات الغذائية المختلفة أو الماركت بيبقى دايما فيه أوبشنز كتير، بس الواحد لازم يبقى عارف كويس قوي هو بياخد إيه. صح. وقاري ومتأكد إن هو واخد تصريح ولا لأ. إحنا بنتكلم هنا إن إحنا طبعا واخدين تصريح من هيئة، ما هو لو موجود في الصيدليات يا نهواندي بشهور 100%. في ناس بقى تسترخص وتجيب لك حاجات المنتجات اللي بتتباع، يقول لك ده مستورد، ده جاي من بره بربع الثمن. طب لو هو بربع الثمن يعني هيبقى كسب فيه إيه؟ ما هو بالمخ يعني. صح. يعني بجد انا بشوف الناس بتبيع وكريمات بشره وحاجات، طب ما انا احط على وشي حاجه لا قدر الله بعد كده تجيب لي حاجه عشان بربع الثمن يعني. صح. ما نجيبش احسن يعني، نشرب ميه وخلاص. او نجيب منتج تاني ارخص، لكن صح. ما اروحش برقم كبير. لا على فكره والله انا هوند عايزه اقول على حاجه على موضوع الكريمات والحاجات دي، احنا عندنا حاجات صناعه مصري يعني هايله. عايزه اقول لك مش هينفع برضو نقول ولا مش هينفع، بس انا حاجات انا مصري بستعمل حاجات رائعه على فكره. رائعه فعلا. عقده الخواجه ما بقتش قوي يعني، فاهمه؟ لكن الحاجات اللي داخل المصانع المصريه، الكريمات وحاجات الشعر رائعه وسعرها مناسب جداً. اعتقد لناس كتير حاجات ب 9 جنيه على فكره. أيوه. الكريم اللي بحطه مع 9 جنيه المهم. طيب برضو ناكد على ان الكورس مش غالي ومتناول الجميع، بما ان احنا بنتكلم عن اسعار. الكورس نقطه مهمه. رائع السعر، رائع سعر الكورس، رائع فعلا ومناسب جدا جدا وفعال ومناسب لاي حد بيتفرج علينا من الستات والرجاله كسعر وككواليتي كمان. كويس جدا. في كان ناس برضو بتبعت اوقات تطمن او عايزه تطمن من النقطه دي، الناس اللي هي عدت السبعينات، لان احنا بنتكلم برضو الاعمار بتبقى مختلفه. الناس عدت السبعينات غير ان هي عندها امراض مزمنه، هي بتبقى يعني جسمها او صحتها مش متاحه او مش في حاجه ان هي تتعرض لاي ضرر او تتعرض لاي انتكاسه، فهل الموضوع امن 100% بالنسبه لكبار السن؟ مش هيأثر على اي امراض، على اي ادويه تانية بياخدوها؟ الموضوع لكبار السن امن وبنصح بيه، لان كمان كبار السن بتلاقي اكيد الحركه مش 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 زي الاول، على طول قاعدين، وهنلاقي الاوفر ويت، هنلاقي كتير منهم اوفر ويت. فاكيد بنصح لاي حد من كبار السن حتى اصحاب الامراض المزمنه يقدر يستخدم كورس بيستا بكل امان، مش هيضره اطلاقا بالعكس.
رائع جدا كده. احنا بالتالي ردينا على كل الاسئله والتخوفات والاستفسارات اللي اتبعتت من حضراتكم. اشكرك جدا دكتور دينا بجد واستفدنا كالعاده. وهنشوف بقى احنا نروح نفطر ايه دلوقتي. يلا بينا فطار خفيف خفيف. بشكر حضراتكم على متابعتنا ومره ثانيه هختم اقول صباح النصر علينا جميعا ويلا يا اهلي في ظهرك. ان شاء الله كل الايام اللي جايه والسنه كمان تبقى وشها حلوه جدا علينا وعلى النادي الاهلي. نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.